صباح الفل، صباح الخير على حضراتكم. حلقة جديدة وعشرة صبح في الأهلي، والنهاردة هكون مع حضراتكم لوحدي علشان كريم بس عنده ظروف وهو يحكي لكم عنها بقى إن شاء الله بكرة، لأن هي برضو ملف مهم هو يحكي بنفسه عنه أحسن. على كل حال النهاردة هكون مع حضراتكم، وأكيد بالتالي هيكون معانا يعني ضيوف جديدة وأخبار جديدة، سواء بنتكلم طبعا محليا أو خاصة بالمونديال. الحديث وأخباره لا تنتهي، وإحنا على قناة الأهلي كمان تغطيتنا مستمرة ولا تنتهي لحظة بلحظة. خليني أنوه مع حضراتكم في البداية عن الفقرات النهاردة وضيوفنا. هيكون معنا فقرة أولى مع الأستاذ صبري سراج الناقد الرياضي، هنتكلم بقى في ملفات متعددة، والفقرة الثانية هتكون فقرة طبية وهتكون معنا دكتور دينا أبو السعود. طيب أنا مش هبدأ بقى النهاردة الحلقة وأتكلم عن المونديال، خلينا نبدأ ونتكلم عن نفسنا، نتكلم عن مباراة الأهلي وغزل المحلة اللي إن شاء الله جاية خلاص على ملعب يعني الغزل، واللي هتكون بإذن الله يعني خلال يومين، يوم الأربع تحديدا، وهنتكلم كل يوم لغاية يوم الأربع عن المباراة اللي هي مباراة مهمة للغاية. يعني مش لازم تركز بس مع بعض الأخبار كمان المتعلقة بما يحدث في المحلة، لأن الفترة اللي فاتت دي واليومين اللي فاتوا ناس كتيرة جدا قعدت تتكلم عن موضوع المدرب، رحيل مدرب المحلة اليوناني، رجع تاني وعودته مرة تانية. ناس كتير قعدت تقول لك طب وهل ده هيأثر ولا لا؟ احنا اهم حاجة اعتقد الفترة اللي جاية ان احنا نركز على اولويات المرحلة يعني، والتركيز على دعم الاهلي ولاعيبتنا. احنا مش عايزين نشغل بالنا خالص باي منافس. طبعا بندي احترام لكل منافس، يعني انشغال الجماهير باخبار الفرق الاخرى، بس ده اللي انا عايز اقوله، اعتقد ان هو شوية بيشتت الناس، بيشتت اللعيبة يعني بشكل كمان غير مباشر، ممكن يأثر، خليني اقول لحضراتكم، على تركيز اللعيبة. كل حاجة بتوصل، احنا عايزين كل تركيزهم في الملعب ويكون وبس. لازم الجماهير تتأكد كمان ان هم نبض الشارع، نبض يعني اللاعبين، دعمهم بيكون مهم جدا وليه مفعول سحري جدا، واي حاجة بتتصدر حتى على السوشيال ميديا خلي بال حضراتكم بتوصل. فاحنا عايزين نركز قوي في الفترة اللي جاية، ومش مهم بقى ايه اللي بيحصل مع المنافس زي ما انا كنت بقول. على كل حال ده برضو عشان الناس تبقى يعني ما تفهمنيش غلط، انا بقول نركز مع فريقنا فقط، لكن ده ملوش علاقه ان انا اقول ان الفرقه الثانيه مستواها قليل او ان احنا مش هنشغل بالنا بالفنيات بتاعتهم، لا مش ده المقصود. المقصود الخاص بالاخبار وفقط. كل الاحترام اكيد لكل المنافسين، ده مبدا الاهلي على طول، ده اللي احنا بنتكلم بشانه، لكن احنا بنوضح تاني الصوره للجماهير وهناكد على هذا الكلام عشان نتجنب هنا اي سلبيات يعني توقعنا فيها بقى او وقعنا فيها كمان الموسم اللي فات، اللي احنا نتمنى بالمناسبه ان هو ما يتكررش تاني، يعني لان اثرت بشكل كبير جدا على اللاعبين بتوعنا، وكان بشكل مباشر وكان بشكل غير مباشر بصراحه. احنا محتاجين نكمل على الدفع المعنوية اللي عندنا واللي عند لاعبتنا بعد الفوز في أربع الحمد لله لحد دلوقتي ماتشات متتالية وتصدر جدول الدوري، يعني بإذن الله نكمل بقى المسيرة بالفوز على المحلة. وبالمناسبة برضو لو هنتكلم شوية، هو فريق فعلا بيقدم كرة ممتازة الموسم الحالي تحديدا، هو عنده مجموعة لاعبين يعني ممتازين، واحتل دلوقتي هنتكلم برضو بلغة الأرقام، واحتل المركز الثاني حتى هذه اللحظة. يعني أنت عندك لقاء أكيد في الأول وفي الآخر مهم جدا ممتع جدا، فكل التوفيق للاعبتنا، وهنتكلم بالتفصيل على كل حال يعني في الفقرة الحوارية. طيب تعالوا بقى نروح للمونديال، اخبار المونديال وايه الجديد. وامبارح كان اتلعب ماتشين مهمين جدا، من مباراه طبعا دور الثمن النهائي، والنهارده عندنا برده ماتشين، وواضح كده ان احنا بنتكلم ان فعلا نسخه المونديال ده هتكون يعني خلينا نقولها كده الاكثر غراضه تهديفيه. فعلا المباراه الاولى انتهت بفوز طبعا مستحق لمنتخب فرنسا، حاجه كانت محترمه جدا على منتخب بولندا، لو ان الناس برده يعني اللي ملهاش في هنا او هنا زعلت شويه على زعل منتخب بولندا، لان كان في بعض الصور المؤثره كده تحس، واحنا شعب عاطفي، يعني بتكلم على مصر تحديدا، يعني شفت تويتات كتيره ناس اصلا مش بتشجع منتخب فرنسا لكن زعلوا على هزيمه منتخب بولندا طبعا بثلاثيه، سجلهم هداف المنتخب الفرنسي حاجه ولا اروع. يعني هداف المونديال تقدر تقول لغايه دلوقتي مبابي اللي سجل هدفين، وهدف سجله مهاجم ميلان طبعا اوليفييه جيرو، عشان يوصل عدد هنا اهداف مبابي لخمس اهداف، وعدد اهداف اوليفير جيرو لثلاث اهداف، حاجه برده محترمه وحاجه عظيمه. انت بتتكلم اثنين لعيبه من دوله واحده بيتنافسوا دلوقتي على لقب الهداف، يعني بجد حاجه كانت محترمه. وكان ماتش انجلترا والسنغال امبارح اللي اتفرج من حضراتكم عليه يعني اتحسم خلاص تقريبا،
من الشوط الاول، وشفنا اداء رائع من انجلترا بصراحه. الناس كتير كانت غير يعني متوقع اللعب ده بالنسبه لها، لكن انت قدرت ان انت تشوف فعلا منتخب قوي، منتخب تقيل، منتخب مختلف الى حد كبير جدا. ناس كتير ما كانتش بتعول على منتخب انجلترا اول ما ابتدى المونديال، لانه انجلترا عمرها ما قدمت او يعني نادرا ما تقدم العظيم في المونديالات. هي في الدوري الانجليزي احنا عارفين تبقى الافضل، الافضل عالميا، لكن في المونديال ما بنشوفش منتخب انجلترا الاروع بصراحه. لكن شفنا ماتشات لانجلترا عظيمه جدا بصراحه، بدايه مع ايران ونهايه دلوقتي امبارح بتتكلم بهذه المباراه مع السنغال. والسنغال برضو خلي بال حضراتكم داخله بتستقتل، يعني السنغال ناس كتيرة كانت طبعا مش بتشجعها، لو هتكلم تحديدا عن مصر لان هي اللي عملت لنا اقصاء. ولكن بصراحة انا كنت بشجع امبارح السنغال، يعني انا عن نفسي انا كنت بشجع السنغال، لكن ما اعرفش يعني ما شفناش هذه الكرة او هذه الفنيات اللي على الارض اللي تسمح للسنغال بصراحة انها تفوز على انجلترا. يعني على كل حال احنا هنشوف يعني ماتش برضو بين فرنسا وانجلترا كده بقى، طالما النتيجة في دور الثمانية اتوقع هيبقى ناري للغاية، هيبقى في تقطيع يعني على كل المصطلحات زي ما انت بتقول، يعني اللي عايز يقول حاجة يقولها، بس هي فعلا هتبقى مباراة قوية جدا جدا جدا. هيبقى ماتش انا من الماتشات المتوقعه هيبقى فيه امور غير متوقعه، يعني هو اصلا مونديال غير متوقع، والماتشات القويه دي انا برضو بحس ان هي هتبقى فيها امور غير متوقعه. الله اعلم بقى مين الكفه الارجح، بس في الاخر هو هيكون ماتش فعلا قوي جدا. انا بس عايزه كمان عشان ما انساش اقف لحظه عند اوليفي جيرو، لما تيجي تتكلم كده وتشوف بعض النماذج اللي بتشارك لبعض الرياضيين العالميين، يعني المتابع تحديدا لحكايه بقى جيرو من البدايه هيشوف كل حاجه عظيمه فعلا في كره القدم متمثله في هذا اللاعب. يعني جيرو عنده اولا 37 سنه، يعني هو الى حد ما في سن كره القدم هو كبير على ان هو كمان يسجل اهداف كتيره ومؤثره في اكبر بطوله في العالم. يعني محدش من اللاعبين بتهيالي على مر التاريخ وصل للمرحله العمريه دي وسجل العدد ده من الاهداف في المونديال، باستثناء لو هنتكلم بقى بلغه برضو الاسماء هنا طبعا الكاميروني روجي ميلا، ده كان في مونديال 90 و94 لو انا برضو متذكره. لكن ميلا كان برضو حدث وقتها، لان ميلا كان اكبر، ميلا تقريبا كان 40 سنه برضو لو انا معلوماتي صح، او تقريبا كان 40 مش اكبر من كده، بس برضو سن كبير جدا. وتاني حاجه برضو طول مشوار جيرو في الملاعب، سواء نتكلم بقى على مونبليه في الدوري الفرنسي او ارسنال او تشيلسي في الدوري الانجليزي، كان بيواجه انتقادات لو حضراتكم فاكرين كتيره قوي. معرفش ليه الناس كانت دايما تنتقده، الرياضيين الاعلاميين كانوا دايما بينتقدوه، يقول لك ان هو مهاجم مش مهاري، مع ان هو اصلا لحضراتكم رجعتوا لسجله معظم اهدافه اصلا كانت ملعوبه بشكل مهاري جدا. كان بيواجه انتقادات برضو ان هو مش مؤثر فيه او مش مؤثر، مع ان هو برضو كان معظم اهدافه يعني حسمت او حسمت القاب تشيلسي، منها كمان دوري ابطال اوروبا 2021 ده اللي هو من سنه، فكمان هدفه التاريخي في مرمى اتلتيكو مدريد لغايه ما راح ميلان سنه برضو 2021، يعني من سنه تحديدا هو عنده كان 36 سنه، وقرر وقتها باولو مالديني طبعا الاسطوره الايطاليه اي سي ميلان طبعا حضراتكم فاكرين المدير الرياضي وقتها ان هو يضمه ويراهن عليه زي ما راهن برضو قبل كده على ابراهيموفيتش اللي اكبر منه تقريبا 3 4 سنين حاجه زي كده. وكانت النتيجه برضو ان جيرو صاحب ال 37 سنه زي ما بقول لحضراتكم بيقود الميلان وقتها عشان يفوز بالدوري بعد غياب تقريبا كان 11 سنه، ويسجل 11 هدف منهم 4 اهداف يعني ب 12 نقطه، ووضعت ده وقتها ميلان بطل للدوري. يعني حضراتكم متخيلين لو كان بقى رجعنا كده لجيرو زمان او جيرو من 15 سنه لو كان سمع لكلام الناس اللي عماله تقول له انك مهاجم ضعيف وان انت واصل لمكانه يعني مش بتاعتك وحاجات زي كده، هل كان وصل للي هو فيه؟ اعتقد لا. فالواحد لازم يامن بنفسه بشكل كبير جدا، مش مهم مين اللي بيقول ايه عليه ابدا، يعني ده اللي انا بشوفه. كمان بينافس هنا جيرو ميبابي اللي هو اصغر منه ب 12 سنه، ده غير كمان ان هو اصبح الهداف التاريخي لفرنسا بعد تخطيه لرقم هنري صاحب ال 51 هدف بعد تسجيله ال 52 هدف مع المنتخب الفرنسي، ده بتتكلم لحد هذه اللحظه. ف انا بحب جدا اتكلم عن النماذج يعني الناجحه، النماذج اللي بيبقى وراها قصه كفاح وبتؤمن بنفسها وبتوصل للي هي عايزاه رغم الانتقادات، رغم كل الصعوبات اللي بتواجهها، رغم الناس اللي بتحبطك وانت ماشي في طريقك، كل ده بتقابله كلنا على كل المستويات. طالما انت مركز في طريقك، طالما انت مركز في هدفك، كل ده بالنسبه لك ولا موجود، انت مش سامعهم ولا شايفهم. فده نموذج محترم كان لازم بصراحه ان احنا نبروز يعني هذا اللاعب، ونبروز كمان كل اللاعبين اللي وراهم حكايه، وراء قصه نجاحهم حكايه.
خلينا بقى ننتقل بعد كده ونتكلم بقى عن يعني الملف اللي جاي. انا عايزه اروح معاكم عشان في كذا حاجه انا عايزه اتكلم فيها بصراحه. تعالوا نروح لليابان، تعالوا نتكلم عن ماتشات النهارده بقى، تعالوا نتكلم عن ماتشات النهارده واللي ممكن يكون فيها برضو مفاجآت. انت عندك النهارده ماتشات مهمه جدا بصراحه، مفاجآت، لان انت بتتكلم اليابان. اليابان لحد هذه اللحظه عامله لك بجد مفاجآت كتيره. اليابان بتظهر، مش عارفه اقول لاول مره ولا لا، بس اليابان بتظهر وهي مقدمه بجد كوره حلوه على عكس ما كان متوقع من بدايه المونديال. اليابان ما كانتش من المنتخبات ابدا اللي انت تيجي وتقول لا اليابان بقى هتكسر الدنيا وبتاع. انت بتشوف على الارض اليابان عامله شغل بجد محترم جدا. اليابان هيلعب مع كرواتيا وعندنا ماتش مهم جدا لحد دلوقتي، الوحيد لغايه دلوقتي نقدر نقول اللي هو كسب فرقتين وكسبوا كاس العالم طبعا من قبل كده، منتخب اسبانيا ومنتخب المانيا، وحقق كمان المستحيل ووصل لدور ثمن النهائي. بجد منتخب عظيم جدا وماتشات مهمه، هنتكلم عن كل ده، بس خلونا نروح فاصل دلوقتي سريع جدا وهنرجع نكمل مع حضراتكم. مرحبا بحضراتكم مرة كمان، وخلينا ننتقل دلوقتي لأخبار النادي الأهلي. ولجنة تحديدا العضوية بالنادي الأهلي برئاسة طارق أنديل استقبلت امبارح يعني دفعة جديدة من الراغبين بقى عشان يحصلوا على عضوية فرع الأهلي بالتجمع الخامس. كنا تابعنا الأخبار بتاعت هذا الفرع مع حضراتكم أنا وكريم بشكل يعني أعتقد تفصيلي الفترة اللي فاتت. خليني أقول لحضراتكم برضو يعني كان في إقبال كبير جدا من الناس اللي عايزة تحصل على عضوية النادي الأهلي بالفرع ده تحديدا، وهو بيحظي باهتمام كبير جدا بصراحة يعني، وبيعتبر صرح جديد بيضاف لسلسلة فروع النادي، وهيتم الانتهاء مفروض منه أو تم الانتهاء بالفعل من البنية التحتية لأرض النادي كان بالكامل، هتبلغ مساحته 50 فدان، وأعتقد دي مساحة كبيرة جدا يعني. ومنتكلم ليس المرحلة الأولى كمان فقط، ده على الكل. مجلس الإدارة برضو برئاسة كابتن محمود الخطيب كان عامل زي ما حضراتكم شايفين جولة تفقدية، ده تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة اللي جاية، وطمن كمان كابتن محمود على الانتهاء من كافة هنا التجهيزات الخاصة بالفرع زي ما بتقال كده تقريبا، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية بالمرافق بالملاعب كمان أماكن الجلوس بتاعة الأعضاء منطقة لعب الأطفال والأثاث الخاص ببعض المباني كمان الإدارية. يعني الشكل اللي حضراتكم شايفينه، خلي يا جماعه الفيديو شويه، الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده قدامكم دلوقتي على الشاشه هو اللي بيتكلم عن نفسه. رجع لي الفيديو بعد اذنك. الفكره كلها ان انت لما بتيجي تعمل صرح او بتيجي تعمل فرع جديد او بتيجي تبني حاجه خاصه بالنادي الاهلي لازم تكون على اعلى مستوى. لو حضراتكم شفتوا هي نفس الديزاين، نفس الالوان، نفس الجوده، نفس الكفاءه اللي موجوده في الفروع كلها موجوده في فرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس، حاجه محترمه. كابتن محمود الخطيب كان بيؤكد هذا الكلام، قال لك انا مش هقدم غير ما يليق بجماهير النادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين يمكن برضو الصوره ما تكونش مقدمه الشكل بشكل يعني طبيعي او بشكل كبير، لكن لو حضراتكم رحتوا ان شاء الله مع الافتتاح وشفتوا هناك حاجه على اعلى مستوى فعلا، يعني ده اللي احنا بناكده لحضراتكم. عشان كده من دلوقتي ويمكن من اول ما تم الاعلان اصلا عن افتتاح الفرع في التجمع الخامس، وانا وكريم اتكلمنا في النقطه دي قبل كده، ناس كتيره كانت عندها اقبال وكان عندها رغبه ان هي تروح وتشترك في هذا الفرع تحديدا، حاجه اعتقد محترمه. وكده انت بتخدم كل تقريبا المناطق على قد ما تقدر للاعضاء في يعني محافظه القاهره على قد ما بنقدر. طبعا احنا دلوقتي موجودين في محافظات كمان مختلفه، يعني حاجه فعلا تليق بجماهير النادي الأهلي. معايا بقى بعض الأخبار كمان الحلوة، وعايزين نقول مبروك للاعبنا مصطفى عسل الأسطورة حقيقي، هذا الأسطورة، أسطورة الاسكواش المصرية، لاعب اسكواش النادي الأهلي كمان اللي توج بلقب بطولة هونج كونج للاسكواش بعد الفوز على لاعب بيرو، ده المصنف الخامس عالميا. والبطولة دي كانت أقيمت مفروض من يوم 28 نوفمبر لغاية 4 ديسمبر، وشهدت كمان يعني تفوق فعلا فعلا للي حضراتكم تابعها كبير جدا للاعبنا لاعب النادي الأهلي. والحقيقة قدم مصطفى عسل كمان أداء فوق التوقعات زي ما بيتقال، وده مش بس في مباراة امبارح، ده من خلال مشواره او مشوار البطولة حتى ان هو وصل ليه او استطاع ان هو يوصل للنهائي ويحسم كمان اللقب هناك، يعني بجد حاجة كان محترمة جدا. كمان من النجوم بتاعتنا هناك هانيا الحمامي لعبة المنتخب ووادي دجلة اللي استطاعت كمان ان هي تتغلب على نور الشربيني، برضو مصرية، انت بتتكلم مصري ومصري في نهائي البطولة وحسمت اللقب. مبروك لمصطفى، مبروك لهانيا، مبروك كمان لنور الشربيني، اسم كبير جدا في عالم يعني كرة او السكواش عفوا. وعايز اقول لحضراتكم ملابسات كمان هذا
او هذه المباراه النهائيه لمصطفى عسل. مصطفى عسل طبعا زي ما احنا عارفين هو من مواليد 2001، يعني هو ولد صغير جدا، بس الفكره ان هو المباراه دي اللي هو كان خسران اول شوطين او اول جيمين، بعد كده عمل كامباك وقدر ان هو يفوز في المباراه النهائيه. فلا يعني الماتش كان حلو جدا، انت لو تتفرج في الاول تقول خلاص الفرصه راحت على مصطفى عسل، بس بعد كده الكامباك بتاعه كان بجد ولا اروع. فمبروك عليه ومبروك علينا، اسطوره سكواش مصريه اهلاويه. نروح كمان لأنشطة النادي الأهلي ونشوف تفاصيل نهائيات بطولة تنس الطاولة الودية بين أعضاء النادي الأهلي في التقرير التالي. احنا كلنا في الاخر نادي واحد، نادي الاهلي، فان احنا نعمل بطولة على مستوى الثلاث فروع وناخد الاول الاوائل من هنا والاوائل من هنا، دي في حد ذاتها الفكره كانت حلوه وربطانا كلنا تحت النادي الاهلي وتحت سلوجن عائله الاهلي. فلقطه اقبال عملناها قبل كده في الشطرنج، وعملناها في وبنعملها اهو في البينج بونج، وبقول لك هم اللي طالبيننا، يعني بيسالونا الدوره الجايه امتى ان شاء الله. احنا بدانا التصفيات كان الاسبوع مش اللي فات، اللي قبله كان جمعه، بدانا من دور ال 64، كان عندنا في حدود حاجه و50 لاعب تقريبا 56. بدأنا من دور 64 لحد ما وصلنا لأهلنا 8 أفراد، 8 أعضاء يعني من النادي. وإحنا بما أننا طبعا يعني عائلة الأهلي، فإحنا بنعمل أن إحنا كل الفروع تبقى بتلعب مع بعضها، فالتمانية من عندنا وتمانية كمان اتأهلوا من أهلي زايد، والنهاردة الحمد لله بنعمل بقى النهائي بينهم. بدأنا دلوقتي دور 16 وبعد كده نوصل لأول تاني تالت إن شاء الله. إحنا الإيفنت ده بدأناه في فرع مدينة نصر من أسبوعين، اشتغلنا على أكتر من 50 واحد اتقدموا معانا، لعبنا تصفيات وكان معانا جميع الأعمار تقريبا من أول 16 سنة لغاية يمكن فوق ال 75 سنة. الأعضاء لعبوا مع بعض، ما كناش مقسمين أعمار عشان عيلة الأهلي كلها تبقى مع بعض وتلعب مع بعض وتقرب من بعض والناس تعرف بعض أكتر. صفينا ووصلنا لأحسن 8 من فرع مدينة نصر، وبنلعب دلوقتي النهائيات. ردود الأفعال كلها كانت لطيفة، الناس اللي ما عرفتش تيجي بعتت لنا لما شافت الصور بتقول لنا إن كان نفسنا نبقى موجودين، يا ريت تكرروها تاني، والإيفنتس كلها اللي جاية نكون معاكم فيها وكده. ابتدينا الاعلان يعني عن بطوله تنس طاوله في 3 فروع، فرع الشيخ زايد وفرع الجزيره وفرع مدينه نصر. فرع الشيخ زايد قدم له اكثر من 50 شخص، بدات التصفيات تبدا ما بين اللاعبين، تاهل 8 اشخاص، 8 اشخاص عن فرع الشيخ زايد، وصلوا هنا يعني ان احنا نبدا التصفيات ما بينهم وما بين ال3 فروع. طبعا بطوله زي ما احنا شايفين بطوله يعني تليق باسم النادي الاهلي، يعني اقل ما يقال عليها بطوله محترمه جدا، فيها ابطال جمهوريه موجودين مشاركين معانا. زياده على كده كمان احنا موجودين معانا في اسطورتين موجودين، كابتن سيد لاشين اسطوره تنس طاوله، وطبعا اسطوره او اللاعبه هنا جوده اسطوره قادمه ان شاء الله باذن الله. لعبه ربما اعتقد من الالعاب الشهيده شويه، بس الحمد لله بنحاول ان احنا في الاونه الاخيره نرجعها طبعا، وعندنا دلوقتي ابطال عالميين كبار زي عمر عصر وهنا جوده وخالد ومحمد البالي ومش عايز انسى اسم طبعا. بس طبعا النهارده الحمد لله حجم الممارسه في السنوات الاخيره للعبه بدا ينتشر، حتى بطولات الرواد النهارده في مصر بدات تستحوذ على عدد كبير جدا. يكفي ان انا اقول لك بطوله الرواد الاخيره اتلعبت في نادي الشمس، لعب فيها اكثر من 450 لاعب ولاعيبه، بنتكلم اعمار سنيه من 30 سنه لغايه 80 سنه، في ناس كان عندها 70 و80. فالحمد لله وشكرا جدا جدا للنادي الاهلي ان هو بيرعى اللعبه وبيهتم بيها. والله هي دي يعني بتبين قد ايه النادي الاهلي حاجه واحده، سواء في الفروع او اللعيبه او الاعداد حتى اللي موجوده في وسط بتلعب تنس طاوله في النادي، عدد كبير جدا الحمد لله. ورواد عندنا يعني عاملين حاله حلوه، كنا حضرتهم وهم كانوا لسه ممكن 10 لعيبه ولا حاجه، دلوقتي ما شاء الله يعني عدد كتير قوي. جو حلو، جو اسري، احنا كلنا في بيتنا سواء مدينه نصر الجزيره زايد، وان شاء الله باذن الرحمن كمان التجمع الخامس الحمد لله احنا كلنا في بيت واحد، هنا او هنا مش هتفرق الحمد لله. ان هم حتى لو ركزت كده هتلاقي ان هم كلهم اسره واحده، ما فيش يعني في حماس في اللعبه، بس مش مشكله كل واحد يعني اللي يكسب واحد فينا يعني.
طيب نروح دلوقتي لاخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه زي ما احنا متعودين مع حضراتكم، وهتقدمها لنا الزميله العزيزه هنا ابو القاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا بونجور، صباح الخير وسامعينك كلنا، اتفضلي. صباح الخير عليكي انا هوند وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه الرياضيه المختلفه. خلونا في البدايه نبدا بالفريق الاول لكره القدم. النهارده الفريق استأنف تدريباته بعد راحه سلبيه لمده 24 ساعه، طبعا كان منحها الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر. النهارده الفريق كان عنده مران صباحي بدا الساعه 10 صباحا، ويعني لسه مستمر حتى الآن. كان عقد المدير الفني مستر مارسيل كولر مع اللاعبين محاضرة فنية قبل انطلاق المران، ولسه المران مستمر حتى الآن زي ما قلت لك يا نهاوند. طبعا ده كله استعدادا بقى للمباراة القادمة واللي هتكون أمام فريق غزل المحلة يوم الأربع القادم. خليني طبعا أقول لكم إنه رجال كرة القدم متصدرين جدول الترتيب بالعلامة الكاملة، إن شاء الله بقى يستمروا على نفس الأداء، وهو ده النادي الأهلي طبعا دايما في المقدمة. خلونا بقى نروح دلوقتي لناشئين كرة القدم 2006. النهاردة هيكون عندهم مباراة مع الزمالك ضمن منافسات بطولة الجمهورية، طبعا هتكون مباراة مهمة. مباريات الأهلي والزمالك بيكون ليها طابع خاص، لكن عندنا ثقة كبيرة جدا في ناشئين كرة القدم طبعا فريق 2006. زي ما قلت كمان خلوني أنوه على جميع مشاهدينا أن المباراة هيتم إذاعتها على شاشة قناة النادي الأهلي عشان بقى كل اللي حابين يتابعوا المباراة النهاردة. كمان بقى شباب كرة القدم 2001 أمس قدروا يحققوا فوز على فريق طلائع الجيش بنتيجة 1-0، ده كان ضمن منافسات بطولة الجمهورية للشباب. عملوا مباراة كبيرة جدا، المباراة كانت بتقام على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر، قدروا يحققوا فوز، وكان أحرز هدف النادي الأهلي اللاعب عبد الرحمن أشرف مانو في الدقيقة 83. طبعا بنبارك لهم ونتمنى لهم بقى إن شاء الله إن هم يكملوا بنفس الأداء. يعني ده فيما يخص أخبار كرة القدم. خلونا بقى نروح دلوقتي للألعاب الأخرى، والحقيقة إنه في مباراة قمة، في مباراتين بقى كمان النهارده، مش بس ناشئين كرة القدم، لا كمان النهارده فتيات الذهب سيدات كرة الطايرة بالنادي الأهلي هيكون عندهم مباراة مع الزمالك. المباراة دي مؤجلة من الأسبوع الثاني من بطولة الدوري، المباراة هتكون هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بالتحديد على صالة الشهداء، وهتكون الساعة 5 مساء. وكمان يعني هوندا خليني أقول لكم إنه هيتم إذاعتها عبر قناة النادي الأهلي لكل المشاهدين اللي حابين طبعا يتابعوا المباراة النهارده، هتكون الساعة 5 مساء. بنتمنى كل التوفيق لفتيات الذهب فتيات كرة الطايرة بالنادي الأهلي. كمان بقى خليني أفكر مشاهدينا إنهم حتى الآن محققين الفوز في جميع المباريات في بطولة الدوري والعلامة الكاملة. كمان رجال كرة اليد النهاردة عندهم مباراة مع الزمالك الساعة 8 مساء، المباراة هتكون على صالة دكتور حسن مصطفى، زي ما قلت هتكون الساعة 8. يعني طبعا هتكون مباراة فيها ندية كبيرة أكيد بين الأهلي والزمالك، طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال كرة اليد. خلوني بقى كمان أقول لكم إنه في غيابات النهارده في فريق رجال كرة اليد أمام الزمالك. هيغيب عن المباراة اللاعب أحمد خيري، اللاعب سيف هاني، اللاعب أحمد هشام سيسا، واللاعب محمد لاشين. لكن طبعا زي ما تعودنا دايما النادي الأهلي بمن حضر، إن شاء الله بقى يقدروا يحققوا مباراة إيجابية النهارده ويفوزوا في المباراة. خلونا بقى نروح لرجال كرة الطايرة، ورجال كرة الطايرة بيواصلوا تدريباتهم النهارده، دي هيكون التدريب الأخير قبل مباراة غدا. عندهم مباراة غدا أمام فريق باتروجيت، طبعا ده ضمن منافسات بطولة الدوري. حتى الآن رجال الماسترز كالعادة ماشيين بخطة ثابتة جدا في بطولة الدوري، بيحققوا الفوز في جميع المباريات، إن شاء الله بنتمنى لهم كل التوفيق إن هم يستمروا بنفس الأداء. كمان بقى خلوني انتقل لكرة السلة، وسيدات كرة السلة منتخبنا الوطني بيتوجوا ببطولة أمم إفريقيا. طبعا 3-on-3 عملوا بطولة كبيرة جدا، وكان بيمثل منتخبنا الوطني رباعي النادي الأهلي اللاعبة نادين السلعاوي، اللاعبة رنيم الجداوي، اللاعبة هالة مصطفى، وطبعا اللاعبة ثريا محمد. قدموا بطولة كبيرة جدا، قدروا يفوزوا في النهائي على مدغشقر الحقيقة بسكور كبير جدا، وبكده بقى بيتأهلوا طبعا لبطولة العالم 2023 وأيضا أولمبياد
الايجابيات اللي هتكون في باريس 2024، بنتمنى لهم كل التوفيق. اخيرا كمان خلوني طبعا اهنئ لاعبنا مصطفى عسل بعد تتويجه ببطوله هونج كونج، يعني عمل طبعا بطوله كبيره جدا. بضم صوتي طبعا لصوتك انا هوند، وبهنئه دايما، مشرف النادي الاهلي ورافع اسم النادي الاهلي ومصر في كل المحافل الدوليه. يعني دي كانت اخبارنا النهارده. قبل ما اختم كلامي طبعا بتمنى كل التوفيق للفرق الرياضيه في مباريات اليوم، مباريات كلها هامه جدا. ان شاء الله بقى يكون يوم اهلاوي خالص ونفوز في جميع المباريات. معاكي طبعا يا هوند لو عندك اي استفسارات، والان العوده ليكي مره اخرى في الاستوديو. بشكرك جدا الزميلة العزيزة والشاطرة هنا أبو القاسم، شكرا لك على هذه التغطية. طيب في بقى خبر كمان عجبني جدا، وهو سريع، هنقوله سريع لأن امبارح كان في حاجة أو التصنيف العالمي للتايكوندو صدر، والتصنيف العالمي للتايكوندو لما صدر حط لنا البطل بتاعنا اللي هو اسمه سيف عيسى، اللي حضراتكم أكيد كلكم عارفينه طبعا بطلنا في التايكوندو. هو من مواليد بالمناسبة 98، هو حصل على يعني تصنيفين كمان مش بتصنيف واحد. اول تصنيف كان حاصل على الميداليه البرونزيه في دوره الالعاب الاولمبيه اللي هي طوكيو 2020، تصدر فيها التصنيف العالمي في وزن تحت 80 كيلو. وقبل كده كمان او التصنيف الثاني اللي هو حصل عليه في التصنيف العالمي للتايكوندو كان تحت وزن 74 كيلو كان عام 2017. فده يعتبر طبعا انجاز كبير، ومجلس اداره اللجنه الاولمبيه طبعا باركت له. اعتقد ده برضو انجاز بيضاف للرياضه المصريه، حاجه محترمه جدا. طيب اخبارنا الحلوه كده خلصت؟ لا، برضو عندنا سيطره كانت محترمه جدا من منتخب الكاراتيه المصري في اليوم الختامي على صداره ترتيب هنا ميداليات بطوله افريقيا للشباب وللناشئين وكمان للكبار اللي بتستضيفها مدينه دربان بجنوب افريقيا. دي كانت من 28 نوفمبر حتى 4 ديسمبر. برضو جاءت مصر في صداره، وخلوا بال حضراتكم من هنا، صداره ترتيب جدول الميداليات برصيد كام بقى؟ 32 ميداليه متنوعه بواقع 19 ميداليه ذهبية، ده شيء أعتقد محترم جدا، 5 ميداليات فضية و 8 ميداليات برونزية. وبتحتوي البطولة على 4 فئات مفروض عمرية، وهم عمومي رجال وسيدات وتحت 21 سنة رجال وسيدات، وشباب وشابات وناشئين وناشئات. بجد شرفتونا وألف مبروك علينا، مش هقول ألف مبروك عليكم، ألف مبروك علينا بجد لما نشارك في بطولة كبيرة زي كده وكمان عدد الميداليات الذهبية تبقى بهذه الضخامة. أعتقد ده برضو إنجاز كبير وجديد للرياضة المصرية. طيب هنروح لبطولة أخرى، وبطولة خماسي للعبة الهوكي اللي هتستضيفها لسه مصر بقى خلال، هتكون من فترة 10 ل 15 ديسمبر هذا الشهر. البطولة مفروض بتقام لأول مرة، مش في مصر، أول مرة في القارة، أولا على مستوى بنتكلم الرجال بمشاركة كل من هنا بقى بوتسوانا ومصر وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وزامبيا. طيب على مستوى السيدات هيشارك فيها كل من مصر وكينيا وناميبيا وجنوب إفريقيا وزامبيا. العدد المشارك اعتقد يعني مش قليل جدا، تكلم في بطوله بتقام للمره الاولى، وبعض الدول كمان يمكن لم تستعد هنا نقدر نقول لخوض هذه المنافسات، خاصه بتكلم برضو بطوله الخماسي يعني بتختلف تماما في قوانينها وملاعبها عن ال 11 اللي احنا نعرفها او يعني طبعا في مصر. فعلى كل حال بنثق في قدرات لاعبين، بنثق في قدرات الجهاز الفني عشان يحققوا افضل نتيجه يقدروا عليها. يعني احنا مش بنحط اي ضغط، بس احنا بنقول عايزينهم باذن الله يحققوا افضل نتيجه يقدروا عليها. خليني اقول لحضراتكم برضو بالمناسبه البطوله هتكون مؤهله لكاس العالم 2024 اللي هتكون في سلطنه عمان، واللي هتقام ضمن سلسله بطولات هتاخدها او هياخدها المنتخب المصري استعدادا بقى هنا لخوض منافسات افريقيا المؤهله لاولمبياد باريس باذن الله 2024. واللي بنتوقع ان احنا نشوف يعني اداء مختلف من لاعبتنا المصريين اللي هيشاركوا، في نفس الوقت يعني ميداليات عددها كمان مختلف. نتمنى ذلك، لان احنا كل اولمبياد نقول يعني عملنا اللي علينا الحمد لله ان احنا جبنا كذا. لا خلاص، انت دلوقتي عندك الامكانيات موجوده، عندك الابطال موجودين، عندك الاهتمام من الدوله موجود، الامكانيات الماديه دلوقتي اصبحت موجوده، التدريبات وسعه الوقت موجودين. فانا ما اعتقدش ان دلوقتي المفروض يكون في اي عذر لاي بطل بعد كده في اي رياضه هتشارك في باريس 2024 نيجي يقول لك اصل انا كان عندي عراقيل، اصل انا ما اتحلتليش مشاكل. انا بتهيالي دلوقتي احنا ماشيين في خطى سليمه. اللي عنده مشاكل من دلوقتي، ودايما لما بنستضيف حتى ابطالنا بنقول لهم عندكم مشاكل من دلوقتي قولوا لنا عليها دلوقتي نحلها لكم دلوقتي، عشان لما يجي بعد كده باريس 2024 محدش يتحجج ويقول لك اصل انا الاتحاد بتاعي ما صرفش عليا، اصل انا عندي كان مش عارف ايه.
احنا نتمنى كل العراقيل دي ان هي تزول علشان في 2024 نشوف مستوى تاني تماما وبجد يمثلوا مصر في محفل دولي عظيم بشكل يليق بينا. وكفايه بقى التمثيل المشرف وكفايه بقى الميداليات اللي بتروح مننا، يعني مفيش حاجه دلوقتي اعتقد ان هي ناقصانا ابدا. يمكن زمان من 10 سنين او اكتر كنا بنقول ان مفيش حد مهتم شويه بملف الرياضه الا يعني نادرا لما تلاقي كده رياضه ما او حد بطل هو اللي دخل وفرض نفسه على الساحه زي وقت الاسكواش مع احمد براده وغيره ورانيا علواني وغيره. لكن دلوقتي انت بتتكلم خلاص كل حاجه مؤهله لده، او يعني زي ما اتقال كده كل حاجه عندك فيها عقبه مفروض ان هي محلوله او مذلوله. فخلاص على كل حال خلينا كمان نشوف تمارين جديده دلوقتي مع كابتن محمود فوكس مدير جيم الرجال في النادي الاهلي، وبعد كده هنطلع فاصل ونرجع عشان نستضيف ضيفنا ونتكلم بقى في ملف مهم جدا سواء طبعا محليا او عن المونديال. فاصل ونرجع نكمل. صباح الخير يا كريم. صباح الخير يا نهوان. طبعا هبدا اي حاجه وحشيني جدا جدا جدا، بقالنا كتير ما طلعناش مع بعض. ربنا يحفظكم يا رب. صباح الخير على جميع النادي الاهلي العظام، وصباح الخير على جميع اعضاء النادي الاهلي بالثلاث فروع والرابع ان شاء الله قريبا. ربنا يحفظكم يا رب من كل سوء. طبعا احنا جايين النهارده عشان نكمل سلسله الاخطاء الشائعه في التمارين الجيم. النهارده حاطط ايدي سبوت على تمرين مهم جدا او سلسله تمارين البط مهمه جدا. الناس في لغط ما بين التكنيك وما بين التمرين ده بيشغل بطن، لا ما بيشغلش بطن. فانا النهارده جاي افصل الموضوع ده خالص، اوريكم تمرين البطن بيشغل ازاي وايه التمارين اللي احنا كنا مفكرين ان هي بتشغل بطن، وهي اصلا طلعت ما بتشغلش اي جزء من اجزاء البطن خالص، بل بالعكس بتعمل مشاكل على المدى الطويل. تعالوا نشتغل مع بعض النهارده اول تمرين بطن ونعرف التكنيك الصح بتاعه ايه والاخطاء الشائعه بتاعته ايه. يلا بينا. اول تمرين مع بعض تمرين الكرانش. وبالمناسبه يا جماعه تمرين الكرانش بيشغل عضلات البطن كلها. ايوه عضلات البطن كلها، مفيش حاجه اسمها تمرين للابر وتمرين لللور. عضلات البطن يا جماعه زي اي عضله عاديه تشتغل في وضعها التكنيك الصح لما بتيجي تعمل انقباض او بتيجي تعمل انبساط للعضله. مفيش اي تمرين بيشغل جزء من العضله ويسيب جزء تاني. خلاص تعال نشوف اول تمرين، تمرين الكرانش. طبعا الخطا الشائع ان كل الناس كانت بتعمله انها بطلع التمرين دوت كده. ده يا جماعه غلط. ليه؟ اولا انا ببعد تماما عن التمرين بتاع عضله البطن، ببعد تماما عن عضله البطن، وفي نفس الوقت بشغل معايا اللور باك. اللور باك كده لو الناس عندها اشتباه في غضروف او عندها ديسك او حتى عندها تعب في عضلات الظهر السفليه بيبقى عندها مشاكل في التمرين ده لو عملته. فاحنا بنريح خالص اللور باك اللي هي العضله السفليه او القطنيه، وفي نفس الوقت بعمل سبوت على عضله البطن. طب تعال نشوف الطريقه الصح ازاي. طبعا انا ايدي هنا او ايدي على صدري واطلع بصدري بس، وانا طالع اطلع النفس معايا. واحد، خدوا بالكم معايا، اثنين، ظهري بالكامل ثابت على الارض، ثلاثه، بطلع بصدري بس، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه، تسعه، 10. طيب الاوضاع الخطا برضه او الخطا الشائع الناس كانت بتعمله الفتره اللي فاتت، اللي بشوفه ما زلت بشوفه في الجيمات لحد دلوقتي، ان انا افرد رجلي والاقي حد بيشتغل لي بطني كده. لا يا جماعه ده غلط. طب يا كوتش هو انا ببني رجلي ليه؟ اولا انا بعمل عزل لعضلات رجلي كلها ما بتشتغلش معايا في تمرين البطن، فلما ببني ركبتي يبقى انا كده عزلت رجلي خالص، الخلفيه كمان ما تشتغلش معايا، وفي نفس الوقت استفدت بالتمرين اللي هو شغل عضلات البطن بس. واحد، اثنين، كده الهامسترنج او الخلفيه مش شغاله معايا خالص. وهو ده تمرين الكرانش بالطريقه الصحيحه والاخطاء الشائعه بتاعته. طيب تعالوا نشوف بقى النهارده التمرين الثاني البلانك، ايه الاخطاء الشائعه بتاعته وايه الطريقه الصح بتاعته. تعالوا نشوف مع بعض. تمرين البلانك، بسم الله الرحمن الرحيم، لازم كوعي تحت كده كده. كوعي تحت كده. الناس لما بتيجي تعمل البلانك غلط بتعمله ازاي؟ بطلع كوعي قدام خالص واشتغل كده. ده غلط يا جماعه، الطريقه دي غلط تماما. لازم كوعي تحت كتفي اهو بالطريقه دي، على مستوى كتفي، ما افتحش قوي، لا على مستوى كتفي، رجليا بمستوى كتفي ولا مقفوله ولا مفتوحه، واللور باك والجلوت والرجلين على مستوى الارض، وتنفس عادي طبيعي جدا. هو دي او هي دي الطريقه الصح لتمرين البلانك. غير كده يا جماعه يبقى انا باثر على جسمي بطريقه سلبيه وبلعب التمرين غلط.
طيب تمرين البلانك يا كوتش بيفيد ايه؟ تمرين البلانك بيشغل البطن كلها وفي نفس الوقت بيقوي لي العضلات السفليه للظهر. الناس يا جماعه اللي عندها مشاكل في الظهر وبتعمل تمارين ستاتيك، التمرين ده مهم جدا جدا جدا، بل بيكون طريقه علاجيه لبعض الدكاتره العلاج الطبيعي تديهم للمرضى بتاعتهم. طيب التمرين الاخير البطن اللي فيه لغط كبير جدا، الناس كلها مفكره ان هو بيشغل بطن وهو اصلا ما بيشغلش بطن، بيشغل العضلات الاماميه للرجلين. التمرين ده بل بالعكس لو اتعمل كمان غلط بيأثر على اللور باك او عضله القطنيه. التمرين ده يا جماعه ملوش اساس بالصحه ولا اي ليه اي صله بعضله البطن. طب ايه الطريقه الصحيه بتاعته لو انا عايز اشغل بطن؟ بس اولا لازم اتني رجليا بزاويه 90 زي ما انتم شايفين واريح راسي، ودي الستارت، دي نقطه البدايه بتاعتي. اطلع وارجع تاني لنقطه البدايه، ما انزلش، اطلع وارجع تاني لنقطه البدايه، اطلع واطلع تاني لنقطه البدايه. التمرين ده بيشغل اللور اب؟ لا، التمرين ده بيشغل عضله البطن كلها. زي ما اتفقنا في الاول مفيش حاجه اسمها ابر اب واللور اب، عضله البطن زي البايسبس زي الترايسبس زي الكتف بتشتغل كلها في مرحله الانقباض وبتنبسط في مرحله الانبساط زيها زي اي تمرين او اي عضله. بس هي دي اهم ثلاث تمارين كان فيهم لغط وكان فيهم كلام كتير، الصح يا كابتن الغلط، طب انا الظهر بيوجعني اعمل ازاي ما اعملش ازاي؟ يا رب النهارده في الحلقه بتاعتنا اكون عرفتكم او وصلتكم الصح، وربنا يحفظكم من كل شر يا رب. وفي حلقات ثانيه كتير مع كابتن فوكس نادي الاهلي، مع الف سلامه. طيب زي ما احنا متابعين كده كلنا، منافسات دور ال 16 عماله تشتد، المنافسه فيها بشكل كبير جدا وملحوظ وغير متوقع. امبارح شفنا كمان مباريات في منتهى القوه، ولسه عندنا لاخر الاسبوع كمان مباريات مهمه عشان نعرف جميع المتاهلين لدور الثمانيه. خلينا نتكلم في كل التفاصيل دي، بس نرحب بالناقد الرياضي اللي منورنا دلوقتي الاستاذ صبري سراج. بونجور، صباح الفل. صباح الفل عليك، منورنا فعلا. يعني مونديال، لو هتتفق معايا كده في البدايه، تحت مسمى او عنوانه المونديال الغير متوقع عن جداره، بس بشكل ايجابي. ليه بشكل ايجابي؟ لان احنا بنتكلم ان المنتخبات الافريقيه الى حد ما عامله تقدم ملحوظ مقارنه بالمونديال اللي فات. المنتخبات العربيه كمان تحديدا هتحدث عن المغرب مقدمه شيء عظيم جدا على ارض الملعب. فبتتفق ولا لا في هذا المصطلح في البدايه؟ مونديال مجنون جدا السنه دي، شفنا ده احلى، تصدق الصراحة ده احلى كمان. شفنا نسخة عظيمة، للأسف المونديال آخر نسخة ليه يبقى 32 فريق، ومع ذلك هو بيودعنا بشكل مميز جدا. يعني بنشوف نتائج مبهرة وأداء عظيم، بيساعد فيه حاجات كتير قوي. فكرة إن المونديال يتلعب في منتصف الموسم مش في آخر الموسم زي النسخ السابقة، ده ساعد إن اللعيبة تبقى في قمة تألقها البدني والفني. فشفنا نسخة استثنائية الحقيقة. كمان قطر لأن دولة مساحتها صغيرة، مفيش انتقالات كتير ومفيش سفر ما بين المدن وبعضها، فده ساعد ان الاستشفاء يكون اسرع، ان اللعيبه ما تجهدش في السفر، ما يضيعوش ساعات كتير في التنقلات ما بين المدن. كل ده ساهم بشكل كبير ان احنا نشوف السنه دي نسخه عظيمه جدا من كاس العالم. تألق كمان للمنتخبات الاسيويه والافريقيه، عملوا نتائج غير متوقعه في الدور الاول. صحيح ده بيكون متوقع في الجروب ستيج، يعني ان يكون في شويه مفاجآت، انما الحقيقه كانت كتيره السنه دي. شفنا اداء مبهر جدا، شفنا فرق كنا متوقعين مثلا ان هي تبقى بتلعب بشكل دفاعي اكتر، لا شفنا مغامرات وشفنا انا لسه كنت بتكلم في الانترو، لو تبعتين عن اليابان مثلا، لا اليابان مش معقول بجد، اداء غير متوقع تماما لليابان، حاجه صحيح. كانت صحيح عملت مفاجاه كبيره جدا طبعا قدام المانيا وتاهلت، ومتوقع جدا ان هي النهارده كمان تعمل نتيجه. انا بشوف ان هي انا بشجعها على فكره، حظ كويس يعني جداً. انا بشوف اليابان تستحق التشجيع حقيقي، يعني فريق منظم جدا وناس بتشتغل بالعلم، عارفه انت لما الحاجه بتتعمل صح بتبقى حلوه قوي. يعني حتى ممكن ما يكونش في جماليات فنيه، هم مش بيلعبوا زي اسبانيا ولا زي البرازيل ولا زي الفرق اللي عندها مهارات كبيره، لكن بيلعبوا صح جدا، منظمين جدا، في تحس ان في مشروع اتعمل وفي ناس بتتمرن صح ومحطوطه خطط طويله الامد، بنشوف دلوقتي تاثيرها على المنتخب الياباني. العشوائية يعني مين كان يقول منتخب المانيا هيطلع ومنتخب اليابان هو اللي لسه مكمل؟ يعني تخيل برضه في حاجات، مين قال ان الكاميرون حتى بعد ما هي خلاص ما تتاهلش ان هي تقعد وتكسب وتتقاتل وتقضي على البرازيل؟ يعني بجد لا، حاجه محترمه. احنا صراحة دخلنا الجوله الثالثه من الجروب ستيج واحنا شايفين ان في 27 منتخب عندهم فرصه ان هم يصعدوا للدور ال 16، ودي حاجه يمكن ما شفناهاش قبل كده. من 94 اخر نسخه حصل فيها ان ما فيش
بطل مجموعة تأهل بالعلامة الكاملة كان في 94 السنة دي حصلت. فإحنا بنشوف نسخة الحقيقة استثنائية من كأس العالم. صحيح استثنائية في كل حاجة. صحيح. في مكانها في مواعيدها بالفعل اللي بيحصل لحد دلوقتي. طيب خلينا نروح لمبارح ماتشات كانت مهمة وحبدأ بيه ماتش يعني بولندا وفرنسا. وتعرف في بعض الناس ما بيلهاش حب قوي يعني مش بتميل لمنتخب عن التاني بس برضو ناس زعلت على منتخب بولندا لان كان في مشاهد مؤثرة وابن الحارس بتاعهم لما قعد يعيط وكان بيواسيه يعني كان في مشاهد برضو. انت شفت المباراة من ناحية دي ازاي وفي نفس الوقت فنيا هل كان متوقع اصلا فرنسا؟ صحة مش ممكن مبابي يعني. هو طبعا المتوقع. احنا دلوقتي على فكرة خلاص خلصنا بقى من شهر العسل واحنا داخلين دلوقتي في الجد بقى. وفي النتائج المنطقية بقى يعني المفاجآت هتقل جدا. انا ما اتوقعش ان يكون هيكون في مفاجآت تانية كتير يمكن مفاجأة واحدة بالكتير في القادم من من كأس العالم يعني. بولندا احنا طبيعي كبشر بنتعاطف دايما مع الطرف الاضعف يعني. فكان في مشاعر طلع ناحية بولندا الناس كانت متعاطفة مع منتخب صغير. صحيح. بيعمل نتائج كويسة وعمل مفاجأة أصلا بأنه صعد للدور الستاشر قبل وحش فرنسا فكانت مباراة تقيلة عليهم جدا كان متوقع خروجهم. وهم حتى اللعيبة لو شفنا ليفاندوفسكي بعد الماتش وكان مبتسم حتى بعد ما جاب الجون واللعيبة فرحت بالجون اللي هو جابه رغم ان هم كانوا خسرانين 3 ده يوصل لك هم قد ايه كانوا شايفين ان هم عملوه اصلا ان هم يوصلوا لدور الستاشر انجاز ويسجلوا كمان في دور الستاشر فهم عملوا اللي عليهم. كانت لقطة مؤثرة جدا بتاعت تشيزني وابنه بعد المباراة وهو بيواسيه حقيقة الناس تعاطفت معاها بشكل كبير. حرام عيط تشيزني كمان عمل بطولة مميزة جدا جدا. صحيح. جدا صحيح. في الفترة اللي فاتت كان بيتهاجم شوية من جمهور اليوفي وهو مش بيعد من حراس الصف الأول في العالم لكنه من الحراس الجيدين الحقيقة السنة دي أو في كأس العالم ده قدم مباريات كبيرة جدا وعمل أداء فردي كمان ممتاز جدا في الفترة دي فيمكن ده خلق كمان حالة أكبر من التعاطف معه. بشوف إن الفترة الجاية هتكون نتائج أكتر منطقية المنتخبات الكبيرة هتكون فرصها أفضل. امبارح فرنسا قدمت شو حقيقة أو كيليان شو زي ما بنقول يعني مبابي عمل شو خطير لعيب متكامل لدرجة الاستفزاز الحقيقة يعني عارفة الايدل يعني لعيب ما فيهوش غلطة جناح ما فيهوش غلطة سرعة مهارة قوة بيقدر يتصرف في المساحات الواسعة وبيقدر يتصرف في المساحات الضيقة الفينش بتاعه على الجول ممتاز ومبهر ونشوفه الفرق ما بين الجولين اللي جابهم رغم انهم من نفس المكان واحدة الاولانية حطها في البعيدة جه في الثانية تشيزني توقع ان هو هيحطها في البعيدة برضو قام حاططها له في الضيقة فهو عنده سرعة في التفكير وسرعة في رد الفعل وجودة في الفينش الحقيقة هو دلوقتي هداف يعني. المونديال تقريبا بيتنافس عليه اللي هو خمس اهداف لحد دلوقتي صح هو كده؟ خمس اهداف هو المتصدر وفي ست لاعبين بعده سجلوا ثلاث اهداف منهم فالنسيا وده خلاص غادر البطوله ففي خمسه كمان وراه منهم ميسي وهاري وراشفورد واكثر من لاعب كمان جاكوب بتاع هولندا على ما اتذكر كل دول جايبين في خمس لعيبه كمان ميسي مكملين ميسي 9 على حسب ما اتذكر الارقام 9 تقريبا كان محقق 9 اهداف في كل تاريخه في كل تاريخه في المونديال لا بس يعني حاجة روعة بصراحة مبابي. بس أنا عايزة أروح معاك برضو النقطة مهمة لأن منتخب فرنسا عنده إصابات يعني منتخب فرنسا من البداية تحس أنه داخل مش كامل أساسا بس في نفس الوقت متألق بتفتكر الفترة اللي جاية هيستمر بهذا التألق ولا برضو نتيجة الإصابات اللي بتحصل ربما شوية الأداء يتغير رغم الاصابات اللي في اسامي كبيره جدا في التيم انما هم الحقيقه عندهم سكواد وعندهم قاعده من اللاعبين ووفره من اللاعبين تخليهم ما يتاثروش خالص الحقيقه وهم يعني عندهم في كل مركز لاعب واثنين وثلاثه من لعيبه الصف الاول في العالم فهم كتيم وكسكواد هم متكاملين جدا ما كانش متوقع قوي ان هم الحقيقه يتاثروا وده بين لان هم القوه اللي عندهم والكواليتي اللي عندهم مخليهم تعود اي ما عندهمش مشاكل يعني بنزيما غاب جيرو الهداف التاريخي موجود يعني الناس ما عندهاش مشاكل خالص في فرنسا بمن حضر الناس قبل البطوله كانت بتتكلم على ان ديشامب مش هو المدرب اللي يستاهل فريق زي ده قياسا بالجوده صحيح هو خد كاس عالم و
متوقع ان هو ممكن ياخد كاس عالم تاني، ان هو ضايع 2 يورو وده على السكواد وعلى تقل منتخب فرنسا وقوته في الفتره دي بيعتبروه فشل. فيعني ناس بتتكلم اصلا حتى في ليفل تاني خالص مختلفه تماما. في ليفل تاني يا جماعه يعني. طيب خليني اروح بس هنروح الدوحه سريعا كده ونرجع نكمل دوحه مع زميلنا العزيز جدا احمد عويس الناقد الرياضي الموجود دلوقتي هناك، ويطمننا عن الاجواء ونعرف منه تفاصيل. يا احمد بونجور عليك، صباح الفل. طبعا الفل انا وهندس على الفل على صديق العزيز صبري. الجو هنا بدا يبقى يعني ايه الجد بقى بجد والله الكوره قطم يعني بقى في نس سنه هوا كده بدانا نلاقيها في الجو الحمد لله اخيرا. طبعا زي ما قلت لك يا هوند لو تفتكري انه لحد اخر جوله لحد اخر جوله انا قلت لك المره اللي فاتت انت وكريم انه 27 فريق بيتنافسوا واحنا اكتشفنا ان 27 فريق دول فضلوا يتنافسوا لحد ما الحكم صفر اخر مباراه حكم في اخر مباراه في الجوله الثالثه ما كانش لسه حد عارف مين اللي هيوصل بنهايه مرحله المجموعات. اعتقد لي وجهه نظري في ما اعرفش صبري هيبقى معايا فيها ولا لا، ان مرحله المفاجآت والكره الحلوه والكلام بقى اللي شفناه ده كله خلص. اه لسه كان بيقول كده اصلا استاذ صبري بالظبط. انا ما سمعتش، احنا رايحين للي خلاص بقى اللي هو زي امبارح لحد دلوقتي الاربع مباريات اللي اتلعبوا بدور ال 16 المنطق هو اللي بيحكمهم، واعتقد انه المنطق هيحكم الاربع مباريات اللي جايين النهارده. البرازيل وسويسرا واليابان وكرواتيا اللي ممكن يبقى فيها مفاجاه وممكن نلاقي فيها حد يطلع لدور الثمانيه مباراه اليابان وكرواتيا. فريق كرواتيا عجزت جدا جدا وشكلهم في الملعب ابطا كتير من السنه اللي فاتت مع سرعه المنتخب الياباني صحيح. والحركه انما ده اللي ممكن، انما بقيه الاربع مباريات اعتقد الموضوع صعب. كويس جدا. بدات بقى الجماهير تتوافد لانه كان في ناس في جماهير كتير جدا مستنيه الجوله الثالثه لانه جمهور البرازيل عارف انه هيوصل، جمهور الارجنتين عارف انه هيوصل، الجمهور الانجليزي عارف انه هيوصل البرنت ده. فبداوا مع نهايه مباراه الجوله الثالثه جماهير تظهر بكثره جماهير المنتخبات هنا رغم مغادره الجماهير المغرب وتونس اللي كانوا عاملين جو اجواء احتفاليه كبيره في الشوارع وخاصه سواف اللي هو المعلم السياحي الكبير هنا في الدوحه اللي هو تقريبا هو التجمعات كلها بتبقى فيه. بدات بقى الجماهير تظهر تبقى كلها اجانب يعني كلها جماهير اجنبيه باستثناء الجمهور المغربي، ونتمنى انه مفاجاه المغرب تكمل ولكن اعتقد انها تبقى صعبه برضه. نتمنى ذلك. انت عارف برضو يا احمد بمناسبه الجماهير كان في فيديوهات نازله كتيره جدا يقول لك مصر ما راحتش بس مصر موجوده، كان الناس في الشوارع مشغله اغاني مصري وعاملين يرقصوا عليها من جنسيات مختلفه، فانت برضو ايه معلم حتى لو انت مش موجود. كانت اجواء حلوه بصراحه جدا واكيد انت عندك تفاصيل كتيره شفتها كمان هناك. وخليني بس اروح للجزء برضو هنا الجماهيري، يعني ردود الافعال بعد خساره منتخب وبعد فوز منتخب. امبارح شفنا بكاء، كان في لحظات كده شويه مؤثره كمان مع خساره بولندا امام فرنسا. الجماهير بعد في المدرجات بقى وانت وسطهم يا احمد احكي لنا الحاله بتبقى عامله ازاي؟ هل بيبقى في حاله غضب؟ هل بيبقى في رضا بالنتيجه؟ الناس بتتعامل مع بعض ازاي لما بيخرجوا حتى بره الاستاد؟ خلينا يعني نقل لنا الصوره. هو التعامل بيبقى ودي جدا، ولكن انا حضرت الخمس دقائق الاخيره في مباراه المكسيك والسعوديه وكان المنتخب المكسيكي بيبحث عن هدف او المنتخب الارجنتيني يبحث عن هدف وبعدين فجاه المنتخب السعودي هو اللي احرز هدف. فالحقيقه ردود الافعال بين الفرحه والزعل والكوليكشن عجيب. برضه كنت موجود في ماتش كوريا والبرتغال ولاعيبه كوريا واقفه جوه الملعب بتتفرج على الموبايلات على ماتش اللي كان بيتلعب الناحيه الثانيه بين غانا واوروجواي وهم مستنيين ان اوروجواي ان غانا تجيب جول او اوروجواي ما تجيبش جول. الحقيقه فكره انه لحد اخر لحظه في المباريات، مباريات كتير جدا ما كانش لسه الحسم التاهل حصل، خلى في حاله رياكشنات رائعه في الملعب انه ده مستني. ففجاه تلاقي ناس بتضحك مبسوطه وبتقلب وناس بتعيط فعاله جدا، ولكن في الاخر هي دي الكوره وهي دي جمال، هو ده جمالها وهي دي متعتها. اكيد طول الوقت بنعيش ده والاهلي معودنا بقى على لحظات الدقيقه 90 طول الوقت الدقيقه 90 دي حقيقه صحيح. طيب استاذ صبري لو حابب تسال زميلنا احمد اي حاجه من الدوحه اتفضل. انا عايز اصبح عليه واقول له عاوز صباح الفل والجروب مشتاق لك قوي يعني واحنا هنا والله وحشنا برضه.
وعايز اساله ايه اكتر، يعني انت شفت الجماهير كلها هناك، انا مهتم قوي نتكلم في النقطه دي، الجماهير اللي مشغله الكاسيت على طول والجماهير اللي بتشجع بجد، يعني انت شفت النموذجين، فقول لي ايه افضل جماهير انت شفتها واقفه ورا فريقها فعلا، مش مجرد مشغله اغاني او بتغني طول المباراه وخلاص، انت شفت الجماهير كلها، قول لي كده انطباعك عن الجماهير. يعني بص، جماهير اللاتين في مكان لوحده صبري، يعني جماهير الارجنتين والبرازيل وممكن نحط المكسيك كانها لاتين، هي امريكا الشماليه ولكن هنحطها في وسطهم. لا، اللاتين يعني بيعملوا حاجه في المدرجات انا ما شفتهاش، رغم ان احنا عندنا جمهورنا بيبقى قوي ومتواجد، ولكن لا، فكره الجمهور انه يبقى من اول لحظه لاخر لحظه في الماتش ما بيسكتش، عنده اغانيه، عنده الاهازيج بتاعته، يعني ده انا اكتشفت انه اغلب الحاجات اللي عندنا، الحاجات اللي احنا بتتغنى عندنا في المدرجات كلها منقوله، نفس الارتام، يعني كل الريتم اللاتيني كله يعني جاي من البرازيل، وكل الريتم اللي عندنا في الاغاني جاي من البرازيل والارجنتين، جمهور رائع في حته لوحده. طبعا جمهور المغرب وتونس عامل حاله قويه جدا، الاوروبيين هاديين شويه، يعني مش باشتعال اللاتين. انت امبارح شفت اصلا السنغال وانجلترا، شفت الجماهير اللي في السنغال عامله ازاي، والتشجيع المختلف، وجماهير انجلترا واقفين بكل شياكه بكل برود برضو بصراحه، بس انا عجبني جماهير السنغال اكتر، انا كنت شجع السنغال بصراحه. انا مخلص 3 علب بنادول على اشمعنى يعني صفارات جماهير السنغال ما بتبطلش، يعني من اول ما بندخل الملعب لحد ما بنخرج الاهازيج بتاعتهم صحيح، حتى مع الخساره كانوا مستمرين ان هم يشجعوا المنتخب حتى اللحظات الاخيره، بصراحه انا عجبني ده، مغلوبين 37-0 ما لهمش دعوه، هم رايحين ينبسطوا. طيب، وهو نفس الريتم يا صبري، يعني هو نفس الريتم يا جماعه، كاسيت شغال، احنا مغلوبين 35 الكلام ده. طيب عويس، عايز اروح معاك يا عويس لنقطه كمان مهمه جدا ولازم اسالك في كل مره، انت معانا على توقعات لما يبقى في مباراه قويه، واحنا مش عندنا مباراه قويه، احنا عندنا مباراه ناريه لما تيجي تتكلم عن انجلترا وفرنسا، توقعاتك للمباراه دي ايه بقى؟ انا وجهه نظري اللي هيعدي منهم رايح النهائي، شايف ان فرنسا السكواد بتاعها اقوى رغم غياب القلبين بوجبا وكانتي، ولكن قدرت ديدييه تشامبي يعالج الحته دي، والحال الاربعه اللي قدام مرعبين جدا، ولكن برضو الناحيه الثانيه ما تقدريش تنكري انجلترا دكه ومهاجمين حاجه كده، يعني ميسي، اعتقد ان ليونيل ميسي صبري لو انت معايا يتمنى دكه اي فرقه من الفرق اللي راحت معاه دور اي فرقه، يعني انا بشوف ميسي في الملعب لو خرج لو اتصاب وخرج ممكن الارجنتين تتعادل او تتغلب، صحيح يعني كل تخيل لو ينتهي عند ليونيل ميسي، يعني مفيش حاجه دي هتبقى مفاجاه، برضه هتبقى مفاجاه كبيره بدون ميسي ما تبقاش مفاجاه، انما انا وجهه نظري انه فرنسا متهيألي الكف ارجح طبعا لفرنسا. على كل حال عويس ترجع لنا بالف سلامه وما تغيبش بقى علينا، انت مكمل لغايه نهايه المونديال صح كده؟ ان شاء الله لحد النهائي، ولما ارجع بقى ان شاء الله بعمل اكيد ان شاء الله يا احمد. ترجع لنا بالف سلامه، واحنا كده كده متابعين معاك طبعا لحظه بلحظه، سواء في 10 الصبح في الاهلي او على قناه النادي الاهلي. شكرا ليك يا احمد زميلنا العزيز. طيب خليني اروح معاك للسؤال اللي انا نهيت بيه مع عويس، وتوقعات ما بين فرنسا وانجلترا. زي ما قلنا انجلترا يمكن مقدمه مونديال مختلف الى حد ما، فرنسا يعني زي ما توقعنا منتخب تقيل، منتخب هيقدم كتير، منتخب هيتاهل ربما للنهائيات وقد كان، بس برضو توقعاتك ايه بالاداء بتاع انجلترا حتى هذه اللحظه؟ انجلترا كالعاده في السنين الاخيره او في البطولات الاخيره بتقدم اداء كويس جدا، لكن التاريخ بيقول ان هي ما بتكملش اكتر من دور الثمانيه عاده، يعني مش من المنتخبات اللي هي على مدار التاريخ ترشحها ان هي تاخد كاس عالم، هي خدته مره واحده على ارضها في ظروف الناس تعلمها جيدا، لكن هم عندهم تيم متكامل، فريق كل لاعبيه نجوم
ومعدل اعماره صغير مش كبير، عندهم اجيال يعني زي ما بنقول اجيال بتسلم بعض، يعني المنتخب ده مش هينتهي مثلا بعد البطوله دي، معدل اعماره يلعب كاس عالم كمان على الاقل وممكن كمان اللي بعده. فرنسا زي ما قلنا في بدايه كلامنا سكواد مبهر وفي نجوم في كل حته، على مستوى التقل في البطولات هم اتقل، حامل اللقب مرشح، يعني مش عايز اقول انه كمان ممكن يكون المرشح الاول للبطوله دي، 2 يورو ورا بعض فيهم واحد واصل فاينل، فهم منتخب على مستوى التقل في البطولات النوك اوت هم تقال جدا، ده ممكن يرجح كفتهم شويه، لكن هو هيبقى ماتش تكسير عظام ما بين المنتخبين، كل منتخب عنده نجوم سواء في خصوصا في المنظومه الهجوميه، اثنين عندهم تقل غير عادي، مبابي وهاري كين وراشفورد يعني جيرو يعني وكلهم فايقين وكلهم بيقدموا اداء مثالي الحقيقه، فاحنا على موعد مع نهائي مبكر زي ما بنقول حتى على مستوى الكواليتي بتاع الفرقتين، هنشوف مباراه كبيره، ما فيش توقع بالنسبه لي قوي على للنتيجه، لكن الاكيد ان احنا هنشوف ماتش خيالي. يعني بص لسه عندنا مباراة تانية نارية طبعا هولندا والأرجنتين، بس خلينا لما نرجع من الفاصل هنروح دلوقتي نتابع جزء من تدريب يعني الفريق الأول عندنا في النادي الأهلي، وبعد كده نروح فاصل نرجع نكمل مع أستاذ سراج، لسه عندنا نقاط كتيرة جدا خاصة بالمونديال كمان، وعندنا ماتش الأهلي وغزل المحلة عايزين برضو نتكلم عليه، خلينا نروح نتابع. طيب الأستاذ صبري لسه منورنا الناقد الرياضي طبعا، وكنت بتكلم معك عن المباريات النارية، يعني عندنا كذا مباراة هتكون نارية، وخلينا نتكلم بعد فرنسا وإنجلترا عن بقى هولندا والأرجنتين سوفر، أو يعني خلينا نقول الأكثرية بتقولك أكيد أكيد يعني الأرجنتين هي اللي كفتها أرجح في هذه المنافسة أو هذا اللقاء، برضو تتفق مع ده ولا ممكن نلاقي مفاجأة؟ وأنا أتمنى حقيقة يعني حد مشجع الأرجنتين أتمنى، إنما المواجهة مش سهلة، بالعكس المنتخب الهولندي يمكن ما ظهرش في دور المجموعات بالشكل اللي الناس كانت متخيلة إن هولندا هتظهر بيه، لكن ده له سبب بالنسبة لي، المجموعة كانت سهلة أصلا على هولندا، فما كانش عندهم مشكلة أو مش محتاجين الحقيقة إن هم يحرقوا بنزين كتير في الأول، إن هم يلعبوا بكامل طاقتهم، المجموعة بالنسبة لهم كانت مجموعة في المتناول جدا، هي أسهل مجموعات المونديال، لكن شفناها في دور الستاشر بوجه مغاير تماما، قدمت أداء كبير والناس رجعت تفتكر هولندا والكرة الشاملة واللعب اللي فيه أجريسيف على الجول، وعملوا مباراة كبيرة جدا. الناحية الثانية منتخب الأرجنتين الحقيقة أنه هو قايم على ميسي، يمكن في العشر سنين اللي فاتت احنا دايما او اكتر بنقول ميسي وعشر خشبات، السنة دي في حاجة انا بشوف ان هي مختلفة شوية، ان معاهم حارس مرمى قوي جدا مارتينيز من الحراس الهايلين في الدوري الانجليزي ومقدم اداء كويس جدا في كاس العالم، في مهاجم جيد اسمه ألفاريس، الفنش بتاعه كويس على البول، تحركاته كويسة جدا، دول شوية بيساعدوا ميسي، لكن الخطة اللي بيلعب بها المنتخب الارجنتيني قايمة تماما ومتمحورة حول ميسي، هو ميسي وكل الباقيين بيحاولوا يقطعوا الكرة ويوصلوها لميسي، يمكن لان ما عندهمش كواليتي كفايه في اغلب المراكز، فهم اعتمادهم على الوحيد اللي عندهم اللي عنده حل مختلف دايما او حل غير متوقع، فالارجنتين كلها قايمه على ان احنا ازاي نجيب الكوره نوصلها لميسي وميسي هيتصرف. يمكن ده كان الحل برضو على فكره مع البرتغال، بس هنقول ممكن المونديال اللي فات مش ده مع كريستيانو، يعني كان برضو فكره كريستيانو رونالدو هو البرتغال دلوقتي، وللاسف الشديد الواحد بيقول كده مش ده الحل مع كريستيانو رونالدو ابدا، للاسف ده كمان البعض كان بيطالب ان هو ما يشاركش بشكل رسمي في المباراه القادمه للبرتغال، تخيل كريستيانو رونالدو اصبح هناك يعني كلام بهذا الشكل نحو معقولة، يعني أنا مستغربة، أنت شايف ده عادي يا أستاذ صبري؟ الزمن لا ده يعني شيء صعب، طب الزمن ليه ما يعني تعالى قارنه بميسي، ما هما الاثنين قريبين جدا لبعض، ودايما المقارنة ما بينهم حتى تقول الأرجنتين والبرتغال، أنت بتقول ميسي وكريستيانو والفرق سنتين ما هياش حاجة معضلة قوي، طب ليه كده؟ بعد ال 35 أو ال 34 سنة كل سنة بتفرق وكل شهر فعلا بيفرق. بعد 35 طبعا يعني بيبان جدا، يعني اعتقد ان اللعيب ممكن يقدر محتفظ بكامل توهجه يعني لحد سن 34 35، بعد كده الحقيقه ان كل سنه في التجارب، يعني انا دي مش هقول مش هقدر اقول لك ان هي دراسه علميه، انما من اللي الواحد شافه في الكوره ان هو بعد 35 لا في بيحصل
هبوط كبير على الأقل على المستوى البدني. كمان أنا بشوف أن رونالدو بيدفع ثمن اختياراته الخاطئة من يوم ما قرر أن هو يمشي من ريال مدريد. طب الراجل عمل خلطة يعني خلاص ده مش هو بيدفع ممكن. بيدفع تمن ده الحقيقة. ده كان حاجة صعبة قوي يعني، كان نظير شؤم الصراحة عليه. لحد النهاردة هو بيدفع تمن ده، هو اختار في لحظة معينة كان في قمة التوهج هو والفريق حقيقين طولة أوروبا أنه هو يسيب النادي ويمشي، وشاف أنه هو لو راح أي نادي تاني هيكون إضافة، راح يوفنتوس ما حققش أي شيء اللهم إلا على صعيد الأرقام الفردية يعني، إنما جماعيا هو ما حققش حاجة مع يوفنتوس، ثم توالت الانهيارات بعد كده. السنة دي هو عنده مشاكل كتير جدا في مانشستر يونايتد أثرت بشكل كبير، وهو الحقيقة سبب هذه المشاكل مش أي حد تاني. حط ضغوط كتيرة على نفسه، لكن في برضو أنا بشوف إن في فرق ما بين منتخب البرتغال ومنتخب الأرجنتين، للبرتغال برضو عندهم سكواد قوي وعندهم وفرة في كل المراكز وعندهم لعيبة نجوم تانيين غير كريستيانو. على كريستيانو لا مش في الملعب حضرتك شفتي إن الجمهور نفسه بيقول إحنا مش عايزينه، أو في ناس بتقول يعني لو ما راحش البطولة مش مشكلة، لأن مش عشان هو سيء قد ما هم واثقين إن هم عندهم منتخب تقيل عنده يعني. عندهم منتخب تقيل بعكس الأرجنتين. الأرجنتين لو شلنا ميسي منها هتقل بنسبة 90% يعني. المنتخب الأرجنتيني مش بنفس القوة خالص. عشان كده والأرجنتين عشان حاسين بكده، احنا بنشوف حالة التفاف غير طبيعية السنة دي حوالين ميسي، لان هم حاسين ان احنا لو ما خدناش كاس العالم وهو موجود مش هنعرف نعمل كده تاني، خصوصا ان يعني ده اخر كاس عالم ليه بحسب تصريحاته يعني. بالظبط هو ما عندوش فرصة تانية ان هو يلعب كاس عالم لتقدم سنه، والأرجنتين قدامها الله اعلم قد ايه عشان تعرف تطلع لعيب تاني زي ميسي. فاحنا لو ما خدناش كاس العالم دلوقتي مش هنعرف ناخده يعني. ده اعتقد المنطق اللي هم بيفكروا بيه، وبيفسر حاله الالتفاف الغريبه السنه دي بالذات حوالين ميسي في البطوله وفرحه اللعيبه بيه والتفافهم حواليه. ميسي بيقدم اداء مبهر جدا بالمناسبه في البطوله، واخد افضل لاعب في 3 مباريات من الاربعه، هو من اهم الناس او تاني احسن دريبلر في البطوله، مراوغ بعد المفاجاه جمال موسيالا اللي هو خرج مع منتخب المانيا من الدور الاول، هو الاعلى في المراوغات في البطوله، عامل 21 مراوغه لسه في 3 مباريات ولسه ما حدش حصله، بعده ميسي 18 مراوغه ثم مبابي 16. لكن ميسي بيتفرد برقم ان هو الاكثر واحد عمل مراوغات صحيحه يعني من عدد محاولات اقل. الماتش اللي فات مثلا عامل 8 محاولات صحيحه من 8، 8 مراوغات منهم 8 صح. امبارح مبابي عامل 6 مراوغات من 10، فيعني ميسي الترقيصه زي ما بنقول بتيجي يعني، لازم ما فيهاش هزار يعني. فالمنتخب البرتغالي منتخب قوي الحقيقه، برضو عنده مشكله فرنسا او مشكله المدرب، ان هم شايفين برضو الناس بتشوف ان المدرب اللي بيدرب منتخب البرتغال اقل من السكواد اللي موجود معاه، لكن في الاخر هو منتخب قوي وواضح ان هو يعني عندهم طبعا وفره في كل هو محلي بتهيألي صح مدرب البرتغال محلي مدرب برتغالي. فيما عدا كده المباريات طبعا نرجع تاني لهولندا والارجنتين لان فيها نقطه مهمه جدا. هولندا عندها فان دايك برضو عندها فان دايك طبعا وعندها بتلعب بثلاثة كمان في خط الدفاع، وده مناسب جدا وهم بيواجهوا الارجنتين. الطريقه دي مناسبه جدا، عندهم مدرب كبير قوي قاعد على الدكه فان خال، وعنده حلول كتير جدا وعنده افكار تكتيكيه عظيمه يعني. فالمباراه صعبه على الارجنتين وصعبة على هولندا، لكن مفيش أفضلية لمنتخب على التاني اللهم إن إلا إن الناحية دي في فان خال والناحية دي في ميسي، فاللي هيكون في ليلته في اليوم ده سواء ميسي في الملعب أو فان خال على الدكة ولعبته تنفذ اللي هو مطلوب منه، هو اللي هيقدر يحقق الفوز. أنا أتمنى الحقيقة، أنا متعاطف جدا مع الأرجنتين متعاطف جدا بحب الأرجنتين أصلا ومتعاطف جدا مع ميسي، وحاسس ان هو يعني هي دي اللي ناقصه بقى يعني ان هو ياخد كاس العالم. طب مش متعاطف مع كريستيانو رونالدو خالص؟ لا متعاطف مع ميسي اكتر الحقيقه. مع ميسي باين خلاص كده الجواب باين. طيب لو هنروح شويه برضو للبرازيل، البرازيل او فرنسا او المنتخبات اللي هي عندها خبره مع المونديال، احنا شفناها الماتشات الاولانيه خالص دور المجموعات ما شفتش الاداء الواو منها الارجنتين بالمناسبه، فالناس قلقت، بس بعد كده بتهيالي المفروض الاداء يختلف تماما. بس هم ليه بيبقوا برضو ادائهم اقل شويه من مستواهم في دور المجموعات؟ هل ده بيبقى اللي هو زياده الثقه او يعني مش عايز يضغط على اللعيبه ولا ايه بالظبط؟ في برود شويه في اللعب؟ مش برود، هي سمه المنتخبات الكبيره انها ما بقديش محرقش بدري
ما حرقش بدري بالظبط. البطوله طويله هو كل منتخب بيحتاج ال 100% فعلا في الادوار الاقصائيه. في المجموعات في فرصه لجمع النقاط. المنتخبات مصنفه A و B و C و D، فانا منتخب تصنيف A، المنتخبات اللي معايا في المجموعه اقل مني بالكتير، هيبقى عندي مواجهه صعبه في المجموعات، والمواجهتين التانيين هيكونوا اسهل نسبيا. فانا مش محتاج ان انا زي ما قلنا كده نحرق بدري، يعني لان في الادوار الاقصائيه من اول دور ال16 انا محتاج 100% من كل لاعب، ومحتاج تركيزي يكون 100%. فالمنتخبات الكبيره بتاخدها سنه سنه، عشان كده دايما المنتخبات الكبيره عاده ما بتظهرش بالشكل اللي الناس بتامله في دور المجموعات، حتى لو حققوا نتائج كبيره مثلا زي انجلترا، انما جت في المباراه اللي بعدها تعثرت وهكذا. انما في دور مع ايران ماتش حلو، بس كان يعني مش تنافسي مش طبعاً. تنافسي برضو فظيع، ده بالظبط اللي بقوله، يعني هم حققوا نتيجه كبيره لكن برضو هم بيلعبوا باريحيه شديده جدا. بعد كده شفنا وجه مغير في دور الستاشر، شفنا فرنسا غير في دور الستاشر، شفنا أرجنتين غير في دور الستاشر، هولندا، هكذا. المنتخبات الكبيرة دايما من أول النوك أوت بتبدأ بقى تظهر وجهها الحقيقي وجودتها، عشان كده مفيش مجال كبير للمفاجآت بدءا من دور الستاشر. كل المفاجآت تحصل في الدور الأول زي ما قلت، وعاوز أكد على كلامي وبعدها تاني، المفاجأة الوحيدة المتوقعة هي مفاجأة اليابان مع كرواتيا، والحقيقة أن هي هتبقى منطقية جدا. كرواتيا رغم الأسامي الكويسة اللي فيها ورغم أن هي تاني العالم وكل حاجة، إنما منتخب عجوز في مواجهة منتخب شاب، ومنتخب عنده نظام فظيع، تنظيم غير عادي في الملعب، بدنيا كمان عاليين جدا، وهيرهقوا جدا المنتخب الكرواتي. فإذا حصل واليابان كسبت كرواتيا، هي مش هتكون مفاجأة قد ما هي نتيجة منطقية، لكن بحسبة التاريخ يعني أو تقل المنتخبين على المستوى العالمي فهنعتبرها مفاجأة. إنما غير كده ما أظنش إن هيحصل مفاجآت تانية في النتائج في والبرازيل وكوريا. البرازيل وكوريا طبعا محسومة إلى حد ما، تهيأليش رغم كل الغيابات اللي في البرازيل والإصابات اللي ضربت الفرقة، إنما البرازيل ده في ناس كتير مرشحة إن هي اللي هتفوز بمونديال النسخة دي. طبعا عندهم برضه سكواد من السكوادات المهمه جدا في البطوله والقويه، وعندهم وفره مهاريه. الناس بتحب البرازيل لانها لسه محتفظه سنه بكره الشوارع، سنه العشوائيه وسنه المهاره والحاجات اللا متوقعه في الكوره. البرازيل طول عمرها عندها الحته دي، لسه محافظه عليها لحد دلوقتي، صحيح بنسبه اقل من زمان لكن لازالت موجودة، لازالت ريحة كرة الشارع موجودة في كرة البرازيل، عشان كده الناس دايما عندها تعاطف لا إرادي مع البرازيل يعني. فالبرازيل النهاردة مهمتها مش صعبة، أظن أن نيمار حتى ممكن ما يشاركش النهاردة، ولو شارك هيكون لبعض الدقائق، مش هيديله وقت طويل، هو راجع من إصابة، فهو لو جاهز حتى 100% أظن أنه هيحافظ عليه، ممكن بس يديله ربع ساعة تلت ساعة في آخر المباراة عشان يكون جاهز للماتشات اللي بعد كده. مهمة مش صعبة على البرازيل أبداً خالص يعني. طيب لو هروح معاك بقى الماتش بكرة، وماتش مهم، والمغرب وإسبانيا، ومجموعة المغرب أصلاً من البداية اللي قلنا هي يمكن مجموعة الأصعب بالنسبة ليعني منتخب عربي مشارك، لكن المغرب لحد دلوقتي بصراحة مشرفانا بشكل يعني محترم، ولكن في قلق بقى من المغرب وإسبانيا، ويمكن كمان المغرب كانتش حابة أن هي تواجه إسبانيا بس قد كان، فمواجهة صعبة يعني. خلينا نتكلم بتفاصيل أكتر عنها. رغم أنه أقوى منتخب عربي داخل البطولة، لكن كلنا كنا متوقعين أو معظم الناس كانت متوقعة أنه هو يغادر من الدور الأول بسبب قوة المجموعة. عمل المفاجأة، مش بس صعد، ده صعد أول مجموعة، ودي يعني حاجة عظيمة جدا. رغم كمان يعني الناس كانت خايفة لأن في مدرب جديد داخل على الفرقة قبل البطولة على طول، ودي مش حاجة سهلة أنك تغير المدرب بتاعك قبل كأس العالم، تجيب مدرب تجربيه في كأس العالم. التجربة دي حصلت مثلا مع منتخب تونس وكانت النتيجة سيئة وخرجوا من البطولة، بس الركراكي مختلف. الركراكي عامل حالة عظيمة مع رغم صغر سنه على فكرة. صحيح، هو 39 بتهيألي. صحيح، احنا بنعتبره صغر سن، انما هو بره يعني كمدرب حتى بره يعني، الناس في الثلاثينات دلوقتي ماسكة اكبر أندية في العالم، انما احنا هنا المدرب بيبقى داخل على 60 وبنقول مدرب شاب يعني. الموضوع مختلف، في حسابات اخرى، بلاش نحط معايير. طب خلاص اعتبر ان انا ما قلتش حاجه. المغرب قدمت اداء خرافي الحقيقه في 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 الجروب ستيج، وعملوا مفاجاه كبيره جدا وصعدوا. حظهم سيء جدا ان هم هيقابلوا وحش،
المنتخب الاسباني. اسبانيا برضو بصراحه تقيله. شكل المباراه بالنسبه لي متوقع جدا. اسبانيا هي اكتر منتخب عمل نسبه استحواذ في البطوله، يمكن معدل استحواذهم في الثلاث ماتشات اللي لعبوها 73%، يعني بيلعبوا لوحدهم تقريبا في الملعب. منتخب المغرب مش من المنتخبات اللي بتمسك كوره في البطوله، نسبه استحواذها 39% في الثلاث ماتشات. ده هيوريكي الماتش ممكن يكون عامل ازاي. بس هو حتى لو دي الصوره اللي بتلعب بيها المغرب، هو بالتالي مفيش مجال ان انت تبقى بتدافع في مباراه اسبانيا. يعني قصه ان المونديال ده المغرب او اي دوله على فكره داخله او منتخب داخل يدافع او هجمات مرتده، ده مش هينفع في المونديال ده خالص. ما هو يعني الفرق، انت بتبصي كل منتخب الكواليتي بتاعه عامل ازاي. مفيش فرقه في البطوله كلها بلا استثناء تقدر تمسك كره على اسبانيا اصلا بقى، ولا البرازيل قولا واحدا. أوكي. يعني هقول لك نسبه الاستحواذ بتاعه اسبانيا في البطوله 73%، اقرب حد ليها بعد كده هو الارجنتين 64%، البرازيل 59%. انت بتتكلم لغه ارقام هنا تحديدا كله يعني. على مستوى اللعب والاستحواذ اسبانيا تكسب اي حد، او معركه الاستحواذ هي محسومه لاسبانيا، انما كل فرقه بتواجه اسبانيا لازم هتدور على المشاكل اللي عند اسبانيا فين او الثغرات فين وتلعب عليها. فاحنا بنتكلم ان في منتخب هينزل يقفل دفاعاته كويس جدا اللي هو المنتخب المغربي، ويبدا يفكر ازاي يلعب على التحولات ويستغل ثغرات معينه في المنتخب الاسباني. عنده شيء ممكن يكون في صالحه ان هجوم المنتخب الاسباني ما عندوش المهاجم السفاح زي ما بنقول، اللي هو هتجيله فرصه هيخلص. منتخب اسبانيا من بعد توريس ومن بعد الجيل بتاع 2008 و2010 ما عندوش المهاجم او المهاجم الصريح اللي يقدر يخلص تقلق منه بشكل لو لمس الكوره. بالظبط. الناس قبل البطوله كانت بتقول ايه موراتا؟ موراتا هيعمل ايه؟ صحيح موراتا جاب 3 اهداف في الثلاث ماتشات اللي فاتت، لكن هو لاعب مش من لاعبي، مش مهاجمين الصف الاول، مش من اللعيبه اللي بتسجل من عدد فرص قليل. ده ممكن شويه يكون مريح نسبيا لمنتخب المغرب، لكن الفروق واضحه الحقيقه ما بين المنتخبين. احنا متعشمين في ثقه لاعبي المغرب في انفسهم. والله المغرب فاجئنا، انا حاسه ممكن يفاجئنا. يو نيفر نو زي ما بتقال. يعني هقول لك على حاجه، فرق برضو التربيه والعقليه. لاعيبه منتخب المغرب كلها او معظمها اتربى بره، لعب من وهم في الناشئين، في قطاعات الناشئين، هم بيلعبوا اصلا في انديه اوروبا، فالعقليه مختلفه، والتدريب اللي خدوه والخبرات اللي اكتسبوها على مدار السنين اللي فاتت مختلفه جدا عن اي لاعب عربي تاني. عشان كده هم شكلهم في الملعب تحس ان احنا بنتفرج على منتخب اوروبي، ما هوش منتخب عربي، هو بيلعب كرة مختلفة عن الكرة اللي بتلعب في أفريقيا واللي بتلعب في وطننا العربي. يعني أتمنى طبعا، كلنا نتمنى أنهم يحققوا نتيجة إيجابية، لكن الحقيقة أن الواقع بيقول أنه الموضوع صعب جدا، صعب جدا جدا عليهم. إنما هم عملوا خلاص زي ما بنقول، عملوا اللقطة اللي هم بس احنا نفسنا بقى كمنتخب عربي مش بس نعمل اللقطه، نفسي ان احنا ننافس على النهائي. يعني نفسي مره تحصل. وعلى فكره كانت فرصه مصر برضو عظيمه جدا، كانت تقدر، بس يعني مش هنتكلم في ده دلوقتي. اللي عايز حلقه ده عايز شكلك عارفه. استاذ سراج نورتني بجد النهارده، استفدنا جدا، كانت فقره حلوه. للاسف بس الوقت خلص، نورنا ان شاء الله. تغطيتنا مستمره اكيد معاك ومع جماهير النادي الاهلي ومتابعينا كمان هنا في قناه النادي الاهلي على مدار طبعا كل الايام القادمه. بشكر حضرتك جدا. هنروح فاصل ونرجع عشان نستقبل ضيفتنا دكتور دينا ابو السعود واخر فقره في حلقه النهارده، خليكم معانا. رحب بحضراتكم في الفقرة الأخيرة كالعادة، بتنورنا فيها دكتور دينا أبو السعود، وهنتكلم في ملف السمنة اللي هو لا ينتهي بصراحة. تيجي تتكلم زمان، تيجي تتكلم دلوقتي، هو في سؤال واحد بيدور في أذهان الجميع، وبرضه بنحاول إن احنا كل فقرة نلاقي له إجابة. فكرة هنا مخاطر السمنة أو المخاطر كمان اللي ممكن يسببها أصلا مرض السمنة، وإمتى ممكن إن أنت تعرف إن أنت أصلا عندك سمنة مفرطة. في قياسات كده هنعملها برضه مع دكتور دينا، وهل ممكن برضه مريض السمنة المفرطة دي يصاحبوا بقى أمراض تانية كده زي ما بتقال حواليه، زي السكر، الضغط، الحاجات اللي زي كده، وإزاي نقدر إن احنا ما نوصلش برضو لهذه المرحلة ونسيب نفسنا. كل ده خلينا نعرفه طبعا الإجابات من خلال يعني الفقرة بعد فتنة دكتور دينا أبو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشورالز. بونجور جدا. بونجور يا حبيبة قلبي، ازيك يا هوان؟ الحمد لله، وبتنورينا بجد كل فقرة.
وكل فقره بنبقى بناخد معلومات مختلفه وملف السمنه ده لا ينتهي زي ما احنا قلنا قبل كده. وخلينا نتكلم تحديدا المره دي ان الناس البعض ممكن يبقى عايش عنده زياده في الوزن بس مش عارف بالحسابات ان هو ممكن يبقى عنده سمنه مفرطه واللي هي على اثرها في مصايب، مش هقول الامراض، مصايب بتيجي. صح. في البدايه ازاي نعرف ان احنا عندنا سمنه مفرطه لو عندنا شويه زياده في الوزن؟ نعرف ازاي ان احنا عندنا زياده في الوزن او سمنه عاديه او سمنه مفرطه؟ ان احنا لازم نحسب حاجه اسمها البادي ماس اندكس او كتله الجسم. ازاي بتتحسب؟ طريقه سهله جدا. بنشوف الوزن، يعني لو انا مثلا وزني 65 70 80 85 مش هنقول 65 65 ها. على طولي بس مربع الطول بالسنتيمتر، يعني لو انا مثلا 160 سنتي هيبقى 1.6، لو انا 170 سنتي 1.7 يبقى 65 ديفايدد 1.7 في 1. لا اللي هو الطول في نفسه هيطلع رقم. يعني الطول في نفسه ده الطول في نفسه يعني 1.7 في 1.7 هيطلع رقم. هتقسمي وزنك على الرقم اللي طلع. اوكي ديفايدد يعني divided. يبقى 65 ديفايدد اللي هيطلع من بالظبط. لو الرقم اللي طلع عندي اقل من 18.5 يبقى انا كده في نحافه لازم ازيد في الوزن. لو اقل من 18.5 من 18.5 ل 24.9 انا في الرينج السليم. يعني انا ما عنديش سمنه. حلو. انا عايزه احسبها وانا معاكي على الهوا بس كملي عادي، يعني انا عايزه احسبها لنفسي بس مش هقول بقى الارقام. من 25 ل 30 انا في زياده في الوزن فقط، ما بعانيش من سمنه بس عندي اوفر ويت شويه. من 30 ل 35 انا في سمنه، يعني لو حسبنا ولقينا من 30 ل 35 انا في سمنه. من بعد ال 35 لل 40 اللي فيما فوق انا في سمنه مفرطه، وانا بسمي السمنه المفرطه يعني قاتله. ليه؟ لان هي بتبقى باب لامراض كتيره جدا. وخلي بالك الدراسات اثبتت ان 70% او 80% من اللي عندهم سمنه مفرطه بيجي لهم سكر نوع تاني. فانا عايزه اتفادى الامراض اللي بتيجي من السمنه، من السكر النوع التاني، من ارتفاع ضغط الدم، من امراض القلب، من امراض المفاصل، من امراض العظم، من امراض التنفس او صعوبه التنفس. انت قلت لغايه 24 سمنه؟ لا انا كده مفيش اي نوع من السمنه. انا 23. واو يا كده كويس. انت ايديال بجد؟ ولا قربت للمفرط؟ لا 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 مش قلتي عند 24؟ بعد ال 25 ببقى اوفر ويت شويه. يعني فاضل لي رقمين. رقم سمنه اوفر ويت بس مش سمنه. ماشي. بعد ال 30 بقى بنبتدي نقول لا احنا في سمنه. بعد ال 35 وال 40 انا داخله في سمنه مفرطه. 40 لا دي كتله الدهون دي ولا دي بايدي؟ بيبقى فيها طبعا بيبقى فيها دهون. وخلي بالك الموضوع ان انا لو لعبت رياضه ولقيت نفسي زايده في الوزن ما اخافش. ليه؟ لان انا لما بلعب رياضه وبلعب جيم وبشيل حديد او بشيل الاثقال بيحسب عضل. فده صح. حلو جدا ان انا اكتسب عضل وافقد دهون. فهي دي الطريقه اللي اقدر احسب بيها. حلوه دي، سهله جدا. سهلة الطريقه دي. يبقى الطول لو 170 مثلا 1.7 تايمز 1.7 خدوا الرقم الوزن ديفايدد الرقم ده هيطلع لكم بقى. بالظبط. حلو الواحد يتابع برضو على فكره علشان يبقى انت الدكتور بتاع نفسك قبل ما تخش في اي ازمه. لان طبعا. في ناس على فكره ممكن وزنها ما يبقاش اللي هو اوفر ويت قوي وتلاقي عندهم فعلا النسبه فوق 25. بالظبط. ويبقى هو فاكر نفسه في ليفل تاني وهو بيسرح بقى. يسرح ويلاقي نفسه بقى بياكل. وطبعا مهم قوي ان انا اتفادى موضوع السمنه. اللايف ستايل مهم جدا. يعني يقول لك ايه اللي بيخلينا نتخن؟ اولا اللايف ستايل، الاكل الغير صحي، الاكل اللي مليان سكريات ومليان حاجات كامله الدسم طول الوقت، قله النوم. لو انا ما بنامش كويس هتخن لان قله النوم هيعمل لي لخبطه في الهرمونز. التوتر هيعلي لي الكورتيزول، هيعلي لي الكورتيزول معنى كده ممكن اتخن. عندك بعض الامراض ممكن تعمل سمنه، دي بتحتاج دكتور زي امراض الغده الدرقيه. ده وقتها بحتاج دكتور يعني. مشكله فعلا. طيب كل ده بقى بيدخل تحت يعني التايتل بتاع النهارده اللي هو السمنه. انا مش عايز اوصل للسمنه المفرطه دي او السمنه اصلا. ايه بقى اللي ابتدي اعمله من دلوقتي؟ انا سواء وزني 50 100 150 كيلو 100 واتيفر بقى. لان احنا بيجي لنا ناس بتقول لك انا 165 كيلو بيبقوا في العشرينات. فاكره الحاله طب. اللي كانت موجوده حاجه صعبه جدا. فمهما كان وزني في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي دلوقتي، ايه اللي انا اقدر ابتدي بيه علشان
اوصل للوزن المثالي، ولو حتى مش هوصل للوزن المثالي اخس بس ما اخسش بمرض، ما اخسش بتعب، ما اخسش بفقداني لفيتامينز، وشي ما يبص، نعمل ايه؟ اولا الاكل لازم نقلل السعرات الحراريه، دي اول حاجه مهمه قوي، ان انا يعني السعرات الحراريه عندي تبقى اقل من المطلوب. طيب ازاي اقدر اقلل سعرات الحراريه؟ هي المفروض للراجل 2000 سعر حراري في اليوم، والست يبقى 1500 مثلا، لازم اقلل من ده. طب ازاي اقلل من ده؟ لان احنا كمصريين عندنا شراهه، احنا طول الوقت بقنا بيلعب، يعني طول الوقت عايزين ناكل، ولما بنيجي نتغدى بناكل طبق كبير جدا ومليان حاجات. طب ازاي اقدر اعمل حاجه اسمها كبح للشهيه، وازاي اقدر اتحكم في الشبع بتاعي، وفي نفس الوقت اقدر احرق الدهون بتاعتي بمنتج فيري سيف ومكمل غذائي مرخص من وزاره الصحه المصريه. مهم قوي اللي بياخدوا حاجات التخسيس يبقوا ضامنين الشركه اللي بتصنع وان المنتج مرخص. طبعا شركه بايوناتشرالز هي الوكيل الحصري اللي ارقامها ظاهره على الشاشه لكورس بيستا. انا على طول بقول ان بيستا من اقوى المكملات الغذائيه اللي تقدر تعمل على كبح الشهيه وبالانس لمعدلات الشبع، لان انا لما باخد بيستا قبل الاكل، هو بيبقى كيس بيتاخد قبل الاكل بنص ساعه، الكيس ده عباره عن الياف، من الياف الشوفان، من القمح، من قشور السيليوم. فوانس اني باخده مع كوبايه ميه كبيره، فبياخد حيز كبير قوي في المعده. بعد نص ساعه لما اجي اكل مش هاكل الطبق ده كله. فدي اول خطوه ان انا اقدر اقلل بيها سعراتي الحراريه. حلو قوي. عندي داخل كمان كورس بيستا او منتج بيستا، عندي الكروميوم. الكروميوم بيقدر يحافظ على معدل او يثبت لي معدل السكر في الدم، ويحسن لي معدل الكوليسترول في الدم، ويقدر الكروميوم كمان يحرق لي الدهون. بلس ان داخل كورس بيستا او منتج بيستا عندي فيتامين سي، الدراسات اثبتت انه ليه فعاليه كويسه قوي لحرق الدهون. فهبتدي بمنتج بيستا، وبيستا بعد ما باخده بحس ان انا 6 ساعات انا شبعانه، فدي حاجه كويسه جدا ان هو كمان بيتحكم لي في معدل الشبع، لان رده القمح بتاخد فتره كمان في الهضم. بلس ان الالياف كمان بتعمل على عدم امتصاص الدهون، فدي حاجه كويسه جدا. طيب قلتي لي يا نهاوند انا مش عايزه اخس بتعبي، يبقى انا كده قللت اكلي، طب وشي هيبوظ؟ وشي هيبقى شكله تعبان، شعري بقى هيقع نفسيا، مش هبقى احسن، ظوافري على طول بتتكسر نفسيا. فشركه بايوناتشرز عملت حاجه كويسه قوي، ان بيطلع مع منتج بيستا مكمل غذائي من اقوى المكملات الغذائيه المالتي فيتامينز. مهم قوي اي حد بيعمل دايت ومقلل الاكل ياخد مالتي فيتامين. كويس. زي ايه؟ زي الب مالتي فيت اللي انا شايفاه على الشاشه، من اقوى الفيتامينز، لانه داخله 13 فيتامين ومعدن، من فيتامين بي 12 اللي بيساعد لي جدا كمان على معدل الحرق. يمكن كمان اقول من اسباب التخن، السن كل ما بيكبر الايض عندي بيقل، الميتابوليزم بيقل، فاي حد بيكبر بيبقى عرضه اكتر لسمنه. فعايزه اقول ان 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 فيتامين بي كومبلكس رقم واحد لسرعه معدل الايض وللتمثيل الغذائي وللطاقه. عندي داخل الب مالتي فيت فيتامين سي لانه بيساعد لي على امتصاص الحديد عشان نقي نفسنا من الانيميا. عندي كمان الكالسيوم بنسبه بسيطه جدا، عشان الناس ما تخافش تقول لك ايه ده كالسيوم واخده ديلي يوز. انا على طول بقول ان الب مالتي فيت ديلي يوز، طب ازاي وفي كالسيوم؟ الكالسيوم داخل الب مالتي فيت 70 ملي جرام، الجسم بيحتاج يوميا 1200 اوكي، الحامل هي ال 1200، وممكن كبار السن 1200، لكن البالغين بياخدوا 1000 بس. انا داخل الب مالتي فيت 70، فما اخافش ابدا من ترسيب الكالسيوم سواء في الاوعيه الدمويه او على الكلى. فالب مالتي فيت رائع، وبرجع اقول انه مرخص من هيئه سلامه الغذاء، ودي نقطه مهمه، بيديني امان شديد ان انا استخدمه بكل امان. وداخل الكورس كمان الجرين كوفي اللي بتساعد على الحرق، وفيتامين د هديه من شركه بايو ناتشرالز، واكيد شركه بايو ناتشرالز هي الوكيل الحصري لكورس بايو بيستا اللي الارقام ظاهره على الشاشه نقدر نطلبه. عشان النبي ما حدش يقول لك هجيب لك البديل بتاعه او هجيبه لك من بره او الحاجات دي، عشان ايه ما تجيش بعد كده. يعني بنأكد على ان بايو ناتشرالز هي الشركه الوحيده اللي عندها يعني اسمها ايه زي ما بتقال اكسكلوسيف يعني صح. ف
في يعني بالعربي بقى ما انا الوكيل الحصري. الوكيل الحصري. ايوه خليكي معايا كده على معاكي على طول. ترجمه فوريه. لا انا في اللغه العربيه شاطره ما بقدرش. هو كريم ناقصنا في الحته دي والله. طيب خلينا نتابع الكيس لان برضو الواحد حلو ان هو يسمع من ناس جربت ومرت بتجربه قبل وبعد وازاي اثر في حياتهم وازاي فقدان الوزن تم كمان بشكل صحي. في اميره هتحكي لنا بنفسها ونرجع نكمل. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. أميرة أبو شوشة، سني 39 سنة، وزني كان 140 كيلو وبقيت 85. كنت بعاني من الوزن التقيل من السمنة المفرطة، وكنت عندي بطولة وما كنتش عارفة أنزل الوزن في وقت بسيط. فأنا خدت بيستا وفرق معايا جامد وكان منتج فعال جدا. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه وما كانش عندي اي مشكله بطعمه ولا اي مشكله خالص، كان بالعكس طعمه هايل جدا بطعم التفاح وهايل يعني. كنت باكل كل اللي نفسي فيه بكميات بسيطه لان بيستا كان بيحسسنا بالشبع طول اليوم. كنت مبسوطه جدا ان انا كسبت بطوله الجمهوريه بفضل بيستا، وانصح اي حد عنده سمنه على طول من غير ما يفكر هي بيستا. حلو قوي لما تيجي تسمعي حد بجد حياته بتختلف بعد فقدانه للوزن مهما كان السن. يعني في ناس تقول لك انا خلاص دلوقتي مثلا 70 سنه مش فارق معايا بقى يبقى شكلي حلو. قصه مش شكلك حلو، قصه صحتك كويسه، قصه ان انت ما بتجيبش لنفسك امراض ازيد من اللي ممكن تكون اوريدي عندك مع كبر السن. فالموضوع مش بس جمالي ابدا يا جماعه، ملف السمنه ده في غايه الاهميه. نشوف برده بعض اسئله للسوشيال ميديا، ناس كتير قوي بعتها، ناس كتير. خلينا نبدا بمحمد علي بيقول طوله 187 وزنه 129 سنه 31 بيعاني من الضغط، حاجه غريبه. ممكن ياخد الكورس؟ ولو اخد الكورس هياثر عليه ولا لا؟ بيسالك. هيبقى كويس قوي معاك كورس. ونسيت اقول ان الكورس بيستا لا يتعارض اطلاقا مع اصحاب الامراض المزمنه. هياخد الكورس ازاي؟ هياخد ساشت واحده من بيستا ولا اتنين ساشت ولا ثلاثه ساشت؟ طبعا الب مالتي فيت هو معروف ان قرص واحد بس في اليوم. لكن اللي هيقدر يحدد الكورس او منتج بيستا بيتاخد ازاي عن طريق الفريق الطبي المتواجد في شركه باي ناتشرالز. ازاي هيقدر يوصل للفريق الطبي بتاع الشركه؟ هيكلمنا عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه. يعني اللي بيردوا مش كول سنتر، دول اطباء. اطباء فريق طبي وبيتابعوا الحاله بتاعته كل اسبوع. ومهم قوي ان يبقى في تشجيع نفسي طبعا لاي مريض سمنه، فبيقدر يتابع الحاله كل اسبوع وبيحسبوا له البادي ماس اندكس. لو مش عارف يحسبها بيحسبوا له البادي ماس اندكس ويمشوه بقى على لايف ستايل، وكل اسبوع بيقدر يتابع مع شركه باي ناتشرالز. كويس قوي. خلود بتقول انا مشكلتي ان الدهون متجمعه في البطن والارداف، فالكورس ده هيحل لي المشكله دي؟ هيحل طبعا المشكله دي جدا. ويمكن دهون البطن هي اصعب دهون، بس بتاخد وقت، بس لو مشيت صح على الكورس هتخس وهتنزلها. برضو هتقدر تتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، والمنتج بيوصل او الكورس بيوصل لحد باب البيت، والفريق الطبي هيتابع بنفسه الحاله بتاعتها. الاستاذ محمد عبد الرحمن بيقول انا عندي 50 سنه مريض غده، اقدر اخد الكورس ده ولا ممكن ياثر؟ لا مش هياثر خالص. طبعا مريض غده بيمشي مع العلاج وات ايفر، العلاج الهرموني اللي بياخده بيمشي مع الدكتور بتاعه وياخد كورس بيستا، لا ما ياثرش خالص خالص معاه، بالعكس هيلاقي نفسه بيخس لان مريض الغده بيبقى شويه الميتابوليزم عنده ضعيف. طيب اخر سؤال ياسمينة مجدي، انا طولي 157 وزنها 75 وماشيه على الكورس بقالها اسبوعين، ولو وصلت للوزن المناسب ووقفته ازاي تقدر تثبت؟ هي كده اوفر ويت تقريبا 20 كيلو مثلا، هي تحسبها لان 157 هي قصيره، المفروض تبقى 57 كيلو مثلا بالظبط، او اقل كمان 2 كيلو يعني. أوكي. يعني ممكن تبقى 56 يبقى كويس. ازاي هتقدر تثبت في الوزن؟ لو هي عندها يعني شخصيه، يعني قوه اراده، مش الشخصيه، قوه اراده ان هي تقدر تمشي على اللايف ستايل اللي تحدد لها، او وقت الكورس. وقت الكورس بيبقى سهل امشي على الطريقه. يعني الساشتس دي بتساعدك ان انت تخس، بس وانس ان انت خسيت للوزن المثالي لازم انت تساعد نفسك كمان على التثبيت. و70 80% بيبقى صعب.
أوكي. فبنقدر نطلب كورس التثبيت من شركه باي ناتشرالز، وكورس امن جدا. ممكن تاخد واحده زي ما الدكتور بيقول، الدكتور هيقول لها هتاخد واحده ساشيت كل يومين مع الوجبه الثقيله، مع الوجبه الثقيله، او واحده كل يوم مع الوجبه الثقيله بدل ثلاثه ساشيت في اليوم. على فكره ده هيبقى مفيد جدا، عارفه امتى بقى؟ في رمضان. ايوه في رمضان ده هتبقى، يعني انا لو خدت اللي هي بيستا مع قبل السحور شو بقى هيساعد ازاي كمان انت ما تجوعش كتير اليوم الثاني. بالظبط هيبقى وهتساعدك كمان لو خدته مع الفطار ان انت ما تجوعش وتقعد تاكل كده على مدار اليوم كله لغايه السحور. بالظبط ممكن في رمضان احنا لازم نعمل بقى صح. يعني لا اعتقد هيبقى مفيد جدا جدا صح. طيب على فكره يعني الوقت للاسف خلص بيبلغوني، والله الوقت بيجري. الوقت مع بيستا بيجري يا جماعه. نورتينا يا دكتور دينا. تسلمي يا نهاوند، وان شاء الله نشوفك في حلقه جديده ونفس الملف بس طبعا من زوايا كمان مختلفه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحضراتكم على متابعتنا النهارده، ونشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.